تنسيق مباشر من أخصائي التغذية الرياضية مع الفريق الطبي، يعني مسؤولية متشاركة يعني بيننا. ما تبقى من الوزن ينزل عن طريق السوائل، ممكن أنزل من كيلو لكيلو ونص من الوزن حتى يتم الوزن الصحيح قبل المنافسة، ومن ثم نعمل خطة ريكفري كاملة، بلان ريكفري كامل في الليلة الأسبوع المنافسة وما بعد أخذ تسجيل الوزن، وبنعمل خطة ريكفري كاملة للاعب. التفاصيل طبعا كبيرة لكن هذا باختصار. ما بدي أعلق بالنسبة للسؤال اللي بيحكي إنه كثير منتشر على السوشيال ميديا أشخاص مش مختصين بالموضوع، الست إناس بتتكلم عن أخصائيين تغذية رياضية أو غير رياضية. الإخوة اللي والأخوات اللي ما حضروا أتوقع التسجيل، إحنا بدأنا التسجيل. بدأنا التسجيل إحنا صح؟ الأخوة والأخوات اللي ما حضروا المحاضرة فيهم أو فاتوا جزء منها، البرزنتيشن أو ريكوردد مع النقابة، في آلية معينة بيقترحها النقابة بعدين بيحكي لكم كيف ممكن تحصلوا عليها. والبرزنتيشن احنا بعتها كاملة كملفات موجودة على جوجل درايف، بيبعت اللينك للنقابة وهي بتتصرف بتوصيل البرزنتيشن للمشتركين. أمثلة على السناكات اللي بياخذوها قبل اللعب بالجيم وبعده. هلا بيعتمد طبعا، حكينا عن هدف التمرين، كل شخص في الجيم شو الهدف من التمرين. طبعا في فرق بين تغذية الرياضيين وبين التغذية اللي في الجيمات. الرياضيين او اللي هم البروفيشنال او إليت أثليت احنا بنسميهم، اللي هم ماخذين الرياضة مهنة، يعني لاعب كرة سلة، لاعب كرة قدم، لاعب سكواش، شخص او ميل اور فيميل انه بينتمي لنادي وماخذ الرياضه هذه عباره عن مهنه، مش فقط لهدف معين تنزيل وزن او دهون او فتنس او كارديو، لا هو هذه مهنته هو رياضي. لكن الباقيين الهواة اللي بيروحوا عشان هدف معين لهم حسابات، حسب كل واحد حسب هدفه، اللي بده يزيد وزن، اللي بينقص وزن، اللي بده يبني جسم زي ما حكينا. هلا السناكات بتعتمد حسب، هي السناك موجودة لكن تركيبة السناك بتختلف حسب كل واحد وهدفه. يعني مثلا اللي بعد اللعب بالجيم بتحكم فيها موضوع الكربوهيدرات والبروتين حسب شو الهدف تاعه، إذا كان بده يبني عضلات أو يضخم عضلات. بنحاول نتحكم بكمية البروتين والتايمينج زي ما حكينا في المرة السابقة. أتوقع الشاشة واضحة، انا عامل شير انا للديسكتوب كامل. طيب ننتقل للجزئيه اللي نتكلم فيها احنا الان واللي هي كانت عن الكربوهيدرات. اتوقع وصلنا متطلبات الكربوهيدرات الرياضيين. اول حاجه بتعنيني اللي هي الديلي كربوهيدرات انتيك، وهذه الشريحه تناقشنا فيها احنا امس لكل التذكير، وقلنا الآن إذا كان على low intensity، low intensity بيكون الاحتياجات موجودة اللي هي 3 to 5 جرام بير كيلوغرام للأثليت. على moderate exercise بدها تكون اعلى من 4 من 5 ل 7، وعلى الانديورنس بروجرام بتكون من 6 ل 10 جرام، وعلى الاكستريم اكتيفيتي بتكون حوالي من 8 ل 12 جرام بالكيلوغرام. الان ناخذ بعض الرياضات المتخصصه، ناخذ بعض الرياضات المتخصصه بالتفصيل. ناخذ مثلا اللي هي التيم سبورت. التيم سبورت ان جنرال بياخذ من 5 الى 6 جرام كربوهيدرات لكل كيلوغرام بردي، هذا احنا بنحكي عن البري ما قبل.
A wide range of carbohydrates recommended since each team sport athletes needs are different. أكثرهم كان السكر أو اللي هم الفرز. بعدين بيجي البيسبول بلاير بياخذوا على اللور ليميت. يعني على البيسبول ممكن ياخذوا 5 جرام لكل كيلوغرام، والفوتبول بياخذ 7 جرام على الهاير ليميت. اوكي، معلش تتحملونا اذا تكررت، لكن ان شاء الله اوكي. بالنسبه للسترينث تريننج من 5 إلى 7، لكن هذه بالنسبه للبري ورك اوت، قبل التمرين. بالنسبه للانديورنس من 6 إلى 10 اذا كان مودريت تريننج، وعلى الهيفي تريننج اللي هم على اللونج تايم واللي بيحتاجوا ساعات اطول ممكن من 8 الى 12 جرام بير كيلو جرام بير دي بالنسبه للكربوهيدرات. يعني هذه احنا حكينا تعتبر انطلاق لحساباتنا للرياضيين، ولكن كل لاعب في عنده حسابات خاصه عند الحاجة. الآن نأخذ أمثلة examples إذا كان عندي بالنسبة للكربوهيدرات في التيم سبورت. حكينا مثلا في عندي لاعب كرة قدم زي ما هو ظاهر بيمين الشريحة في الصورة، بيلعب في فصل الخريف بيلعب كرة قدم، وفي فصل الربيع بيلعب البيسبول. هلا وزنه حوالي 80 أو 79.5 كيلوغرام خلال موسم لعبة كرة القدم، و82 خلال موسم لعبة البيسبول. بدنا نحدد الآن كمثال شو ممكن تكون احتياجاته من الكربوهيدرات خلال اليوم in general، خلال اليوم في موسم كرة القدم. فنعتمد احنا حكينا من 5 إلى 7، بنعتمد 7 جرام بالكيلوغرام بير دي ونضربها بالوزن، نطلع عندي 556.5 جرام كربوهيدرات بير دي، هذا خلال موسم لعب كرة القدم. لكن في خلال موسم لعبة البيسبول بنضرب الخمسة اللي هي على اللور ليميت وبنضربها بالوزن وبيطلع عندي حوالي 410 جرام اوف كربوهيدرات بير دي. سو هذا رفلي حسابات الكربوهيدرات ريكومنديشن بير دي او ديلي انتيك. بالنسبة للسترينث تريننج حكينا من 4 إلى 7، ممكن نحسب له الافرج، بناخذ الاربعه بنضربها بالوزن وبنشوف كم، وبناخذ السبعه بنضربها بالوزن وبنحسب الاثنين وبنقسمهم على اثنين. يعني بنحسب ال 272 جرام كربوهيدرات مع ال 476 جرام بنقسمهم على اثنين بناخذ الافرج. الاندورنس اللي هم لساعات، فالافرج تاعهم طويل شوي من 6 الى 10 جرام بالكيلوغرام بير دي، وبالتالي ممكن ايضا اذا كان مودريت، اذا كان هيفي من 8 الى 12. رفي لو اخذنا 10 مثلا، او في المودريت اخذنا اللور ليميت اللي هو 6 جرام كربوهيدرات في الوزن الموجود 86 كيلوغرام، فبيطلع عندي 516 جرام كربوهيدرات بير دي. او اذا اخذنا 10 بناخذ نضربها ب 86 بيطلع 860 جرام كربوهيدرات بير دي. اذا هذا رفلي، على الاقل في عندي شيء احسب عليه ويعطيني صوره عامه عن احتياجات اللي هي الديلي ريكومنديشن فروم كاربوهيدرات فور اثليتس. This is during the day، هذا خلال اليوم بشكل عام. يعني احنا شايفين الكميات عاليه من الكربوهيدرات، وخاصه في الانديورنس ممكن يوصل 800 جرام كربوهيدرات بير دي، لانه بكل ساعه عم بيستهلك مور ذان 60-90 جرام كربوهيدرات بيحرقها لانتاج الطاقه. So الان بالتفصيل اكثر، كربوهيدرات بيفور تريننج اند كومبيتيشن، شو ممكن اعطي انا قبل المنافسه او قبل المباراه او قبل التمرين؟ قبل المنافسه او المباراه في عندي اللي هي من ساعه لاربع ساعات تقريبا قبل المنافسه، انا بعتبرها الوجبه الرئيسيه، خلينا نحسبها من 3 ساعات لـ4 ساعات تقريبا قبل. هلا انه لازم ياخذ تقريبا
من 1 الى 4 جرام اوف كربوهيدرات بير كيلوغرام بير بادي ويت. هذا ان جنرال، اذا كان اللاعب مثلا مش ماكل الاكل كويس خلال اليوم ممكن ازيد اياها لاربعه، اذا كان جوعان ممكن ازيد اياها لاربعه، لكن اذا اللاعب كان ماكل وجبه كويسه مثلا قبل الوجبه الرئيسيه ممكن اقل بها لاثنين او ثلاث، وبالتالي بيعتمد على اللاعب نفسه. وهذا الكلام بدخل يا اما بالتثقيف المباشر للاعبين عن كيف ممكن يتصرف ويتحكم بالكميات وتوزيع الطعام خلال اليوم، يا اما بتدخل مباشر من اخصائي التغذيه وجوده مع الفريق وهو اللي بيصرف الاكل وبيتابع معهم بالكافيتيريا وهو اللي بيحط بقدر الكميات المتناوله لكل لاعب. هلا بسهوله ممكن الصوره تكون شويه صعبه لغير الممارسين بالجانب النظري، لكن بالجانب العملي احنا في يعني انظمه بنستخدمها سريعه لتحديد الاطباق والكميات في الكافيتيريا للاعبين، لانه غالبا اخصائي التغذيه بيشتغل يعني فول تايم مع الفريق، وكل فريق في له اخصائي تغذيه. هذا الكلام المدرج والمتعارف عليه في الدول الغربيه، انه كل فريق له اخصائي تغذيه، زي ما له مدرب له اخصائي تغذيه ملازم لهذا الفريق. هلا بالمطعم بيتم تقسيم المجموعات الغذائيه الى الوان، وبنعتمد احنا الوان وتسميات. هلا بنسمي الكربوهيدرات جروب بنسميها احنا انرجايز جروب، وبنرمز لها باللون الازرق، وبنحط الليبل على الاغذيه اللي غنيه بالكربوهيدرات بنسميها انرجايز وبنحطها باللون الازرق. الاغذيه اللي هي الفيجيتابلز والفروتس بنحطها باللون الاخضر وبنسميها بروتكت جروب، مجموعه الحمايه. وباللون الاحمر بنحط احنا اللي هي ريبير اند بيلدينج جروب اللي هي مجموعه البروتينات. اللاعب ما عنده وقت، اللي اشتغل مع الرياضيين بيعرف قديش برنامجهم مضغوط ولازم يشتغلوا على الوقت، يعني الوجبات محدده، له وقت معين ياكل فيه، بعدها في له برنامج ثاني، وقبل ما يجي على الكافيتيريا بيكون في عنده برنامج، وبالتالي لابد من اخصائي التغذيه انه يحسب حساب الوقت بشكل جيد. تسهيلات اللي بنقدمها احنا بالكافيتيريا باعتماد الالوان والتسميات وتصنيف المجموعات الغذائيه حسب المجموعات اللي صنفتها انا الثلاثه، هم انرجايز وبروتكت وبيلدينج اند ريبير. هاي المجموعات سهله انه يتحكم فيها من بعيد، بشوف الالوان وباخذ من المجموعه دون الحاجه الى وضع نيوتريشن ليبل او نيوتريشن فاكس على كل برودكت او على كل فود ايتم، لانها تاخذ منه وقت كثير، وكم بده يكون حجم الخط الموجود، وكم بدها تاخذ وقت من اللاعب انه يدقق، ومجموعه اللاعبين اللي داخلين على الكافيتيريا ما عندهم وقت كل واحد فيهم يقرا بالتفصيل ايش الانجريدينتس او الفود اناليسز الموجود في هذا الفود ايتم. وبالتالي احنا بنساعده انه نعطيه اشارات سريعه انه يختار الطعام تاعه، فبالتالي بالسهوله بيعرف انه 1 سكوب اللي هي سيرفينج سكوب فروم رايس مثلا قديش وزنها قديش فيها، هذا من خلال التثقيف. لذلك يعني هناك ثقافه عاليه بالفرق الرياضيه اللي معها اخصائي تغذيه رياضيه من كثر الجلسات التثقيفيه اللي بتتم من خلال الشرح والمرافقه والكلام العام مع كفريق او كلام فردي بين الاخصائي التغذيه واللاعب. اذا افترضنا انه هذا الافرج العالي اذا من 1 الى 4 جرام لكل كيلو جرام كربوهيدرات قبل ماشي الفضل طبعا يكون هذا انه عالي بال ادمنستريشن، المايك شغال عند ناس كثير، انها تكون هاي الوجبه اول شيء مودريت ان بروتين، لو ان فات، لو ان فايبر كمان حتى ما تعمل ابسيت. هلا في عندنا شيء اسمه ادابتيشن، وفي عندنا شيء اسمه انديفيدوال كيسز. هلا احنا بنجرب اذا هو نوت توليريت ذا فايبر مثلا بنمنعه عن الفايبر، يعني اللي بيتحسس اذا اخذ كميات الياف غذائيه عاليه
دكتور لو سمحت الصوت برضو فصل عندك. تمام. هذه وجود الطعام المتناولة وصرف الكميات أصلاً وأنواع وأصناف الطعام تتناسب مع أهداف. لذلك لا أخفي عليكم أنه يعني المسؤولية كبيرة على عاتق أخصائي التغذية الرياضية بمرافقة الفريق، يجب أن يكون متواجد في صالة الطعام، قاعات الطعام، أماكن التدريب، أماكن الاجتماعات. فالملازمة تقريباً 100% للفريق، لأنه هو أصلاً يعتبر عضو بهذا الفريق. طيب كوادرات بفور ترينينج كومبيتيشن من 3 إلى 4 ساعات، حكينا من 1 إلى 4 جرام بالكيلوغرام كربوهيدرات. الآن الوجبة السناك اللي بنتكلم عنها قبل الوجبة بنحددها تقريبا ب 25 إلى 30 جرام كربوهيدرات فروتس، أو عن طريق مثلا سناك عبارة عن توست مع يعني أو إنرجي بار مثلا تحتوي على هذه الكمية من الكربوهيدرات. وبالتالي احنا بنقدر نتحكم بالسناك كأمثلة سناك كثيرة حسب المكان المتواجد فيه، شو الأيتيمز المتواجدة ومتوفرة. ممكن حتى فليفرد ميلك تكون موجودة بنعطيه. غالبا احنا سناك جيد من الشركة، لكن كمية الكربوهيدرات during التريننج هي من 25 إلى 30. هذا بشرط إذا كانت الاكسرسايز أكثر من نصف ساعة أو 45 دقيقة، إذا كان أقل من هي واحد. اثنين، الانواع الكربوهيدرات اللي هي هذا طبعا بيفور تريننج، عفوا ديورينج بيفور تريننج، اذا من 25 ل 30 جرام كربوهيدرات وبسهوله ممكن احققها. انا عدت بعيد قاعد، اذا ما سمعت الشرح اللي قبل بعيد وانا قاعد، بنحققها عن طريق فليفرد ميلك 1 باكيت فروم فليفرد ميلك اللي هي 200 ml، وبنضيف مثلا 1 بانانا على الموضوع. ممكن تكون very simple كمان مع جوس، مع ساندويتش تونة، مع توست. ممكن تكون فروت سالاد، different fruit salad ممكن، سبورت درينك ممكن. ففي خيارات كبيرة لموضوع الكربوهيدرات قبل التمرين أو المنافسة. طيب الكربوهيدرات بيفور تريننج اند كومبيتيشن، بالنسبه الان بنحاول ما نخلي موضوع الفايبر، ما نخلي موضوع بعض الاصناف الغذائيه اللي ممكن تعمل تحسس. لابد من انه تو تيك كير اذا كان في انتوليرانس ويكون في مثلا فود اليرجي. الكربوهيدرات بيفور تريننج بالنسبه ل 30 مينتس بيفور باسكت بول براكتس، وهذا مثال على لاعب كره سله. تقريبا اذا كان متناول اكل كويس ممكن ياخذ الابر ليميت، اذا كان مش متغدي كويس ياخذ الابر ليميت اللي هو 30 جرام اوف كربوهيدرات بيفور ذا تريننج، اذا كان بالساعه الاخيره قبل التمرين. ف بالنسبه لموضوع الفايبر ديبند انه هل هو توليريت ذا دايتري فايبر اور نوت، بيعتمد على الشخص. فبنعطيه، ممكن يكون عندي جوس او سبورت درينك زي ما حكيت more than one example، وممكن تكون عبارة عن energy bar احنا بنسميها او cereal bar. بالنسبة للماراثون بيختلف الموضوع، بدنا نعمل شوية loading والوقت بيكون قبل 3 ساعات، لانه موضوع التحمل كبير والوقت تاعهم طويل في المنافسة. وبالتالي ممكن نبدأ بالتحميل قبل 3 ساعات
في حالات اللي هي الرياضات اللي هي الديوريشن اللونج ديوريشن والانتنسيتي لو انتنسيتي. كم سبيل المثال بالنسبه للماراثون احنا بنعطي 3 جرام مثلا، اللي حكينا من 3 ل 4 جرامات، ممكن نعطي بحدود 225 ل 300 جرام كربوهيدرات قبل الثلاث ساعات من بدايه التدريب. خلال التمرينات الان متفقين احنا المينيمم 30 جرام بير اور والماكسيمم 60 جرام بير اور، هذا اذا كان وقت المنافسه بيزيد عن 45 دقيقه او نصف ساعه، وبالتالي ممكن اذا كان اطول من ساعتين ونص بنعطي 90 جرام اوف كربوهيدرات بير اور. بالتيم سبورت ان جنرال اذا كانت بحدود ساعه لساعه ونص حسب نوع اللعبه فبنعطي من 30 ل 60 جرام بير اور. هذا جدول بوضح كيف نتحكم بصرف كمية الكربوهيدرات during training خلال المباراة أو المنافسة. أقل من 30 دقيقة ما بنعطي شيء، من 30 دقيقة ل 75 بنعطي small amount including mouth rinse. Mouth rinse اللي هي زي المضمضة بمادة سكرية أو مشروب سكري، وبتم الامتصاص بشكل فعال عن طريق المضمضة أيضا، لكن ما بدنا نزيد تناول السوائل اللي اوريدي ممكن يثقل على الامعاء، وبدنا امتصاص سريع من خلال الميوكس ممبرينز الموجوده في الماوث. كل ما زاد الوقت كل ما زادت الكميه، يعني اللاعبين اللي بيلعبوا ماراثونات ولمسافات طويله ووقت طويل بيحتاجوا لكميات اكبر من الكربوهيدرات، تقريبا من 60 ل 90 جرام كربوهيدرات في الساعه الواحده. هذا كله طبعا خلال التمرين. بالنسبه للباور سبورت من ضمنها كان السويمينج مثلا، تعتبر من الرياضات اللي تحتاج الى قوه، لكن الملاحظ انه في بعض الرياضات لا تسمح، ما عندهم وقت انه ياخذ فيها سناكات او ياخذ فيها كربوهيدرات اثناء المباراه او اثناء التدريب، وبالتالي هذول بدنا نضمن احنا انه ماخذين كميات جيده من الكربوهيدرات قبل التمرين وقبل المنافسه. السترينث تريننج الدراسات كلها تحكي انه ما في داعي للالعاب اللي بتمرنوا حديد وكذا، الفتره قصيره جدا من 30 ل 45 دقيقه التمرين، وبالتالي ما في داعي لتناول اي شيء مصدر كربوهيدرات اثناء التدريبات. يعني هذا منطبق على الجيم كمان، اللي مهتمين في موضوع الجيمات ما بنعطي خلال جلسه 30 45 دقيقه من رفع اوزان او لعب في الجيم، يعني يفضل عدم اعطاء اي مصدر كربوهيدرات او سبلمنت كربوهيدرات مثلا خلال التدريبات. لكن بدنا ناكد على الوجبه اللي قبل التدريب. التايب اوف كربوهيدرات حكينا في هالموضوع، يكون easily digested rapidly absorbed and oxidized، من ضمنها كان الجلوكوز. اذا السمبل شوجرز المجموعه اللي حكينا عنها اللي هي الفاستر absorbed and digested، وال هذول مهمين جدا مع كومباينيشن، اذا كان ما عندنا مشكله يكون الفركتوز موجود as a combination between glucose and fructose، لزياده كميه السكر المتناول، لانه حكينا انه في عندي ليميتيشن على موضوع الابزوربشن 1 جرام بالنسبه للجلوكوز 1 جرام بير مينت، فبالتالي اذا بدي ازيد من امتصاص السكر والحصول على مصادر كربوهيدرات اكثر بعمل كومباينيشن بين جلوكوز اند فركتوز. بعد ما تخلص الجواب للسؤال عمر بعد الساعة اللي بيلعبها قبل ما ينتقل لفترة الكارديو بياخذ له مثلا درينك، مثلا ممكن ياخذ الميلك شيك، ممكن ياخذ سبورت درينك وات ايفر، بس بياخذ شغلة بين الفترتين هذول وهذا الأفضل. بالاستمرار طبعا بشرب المي، المي ما عندنا مشكلة انه شرب المي
ما عندنا مشكله فيه. فلما نقول انه ما بياخذ سناك او ما بياخذ كربوهيدرات، مش معناته انه ما بياخذ مثلا مي. وبعدها فتره كارديو نص ساعه مثلا، هيك بنحتاج ناخذ كارب اذا كنا بفتره التضخيم مثلا. نعم ما عندي مشكله بالنسبه للكارب، انه جستو اللي احنا بنسميها ريفيول وريبليس دي انرجي ديبليشت انرجي سورسز الموجوده في الجلايكوجين وفي في المسلز جلايكوجين وفي ليفر جلايكوجين، بده يعوض مخازن الطاقه. هذه الدراسات افادت بانه المالترنز كربوهيدرات مالترنز انه جيد للشغل الجهاز العصبي، عمل الجهاز العصبي ايضا للبرفورمانس بانه ايضا جيد. هلا ممكن اجاوبك على سؤال البروتين ست رينات، لانه البروتين هو بالليفل 2، لكن جواب سريع نعم بعد لعب الحديد بناخذ بروتين امتصاصه سريع مثل الواي بروتين. نعم. الكميه كم؟ حكينا الكميه ما تزيد عن 40 جرام، ما تزيد عن 40 جرام as a maximum dose. لكن it will be fine between 20 and 40، يعني كويس تكون بين 20 ل 40. وبدك تحسبيها صح، اعطيه ربع جرام لكل كيلوغرام من وزن جسمه، هذه الافضل. ربع جرام بروتين لكل كيلوغرام من وزنه. إذا كان 60 بياخذ، إذا كان 80 بدي ياخذ تقريبا 20 جرام. نعم هذا واحد. منيح نلعب حديد بعدين كارديو ولا الأحسن كل يوم إشي؟ لا، إذا كان شو الهدف؟ إذا لعبت كارديو ما بتقدر تشيل حديد ست حنين. إذا لعبتي كارديو ما بتقدر تشيل حديد. الأصل إذا كان في عندك في البرنامج حديد تلعب الحديد بالاول، بس بدك تعملي وورم اب بدك تعملي تسخين 5 دقائق وبعدين تشتغلي على الحديد وبعدين بالاخير بنشتغل كارديو. هذا الافضل للتخسيس وادامه الدهون اصلا. نعم. ملاحظه ثانيه ست ريناد، بالنسبه للموضوع الامتصاص السريع والامتصاص البطيء، يس الواي بروتين هو الافضل. طبعا في انواع اللي هو بنسميه واي ايزوليتد، وفي عندنا اقل نسبه بالدهون وبالكربوهيدرات، هذا واحد. وفي عندنا الواي بروتين اللي بيكون اصلا مشفى، تقريبا نسبه قليله جدا بتكون فيه من الدهون ومن الكربوهيدرات، وكلهم كويسين. لكن الكازين بروتين مثلا، كازين بروتين يعتبر من البروتينات اللي سلولي ابزورب مثلا، لكن فائدته مثل السلو شوجر اللي حكينا عنهم احنا هلا اللي هو الفاكتوز، وطلع له اهميه عند الرياضيين. الكازيين ممكن نعطيه احنا قبل النوم، لانه في عندي فتره ثبات طويله خلال هاي الفتره بيزيد المسل بروتين بريك داون وبقل المسل بروتين سينثيسيس. وهذا الحكي ندخل في شيء اسمه نيجاتيف بروتين بالانس، ما بدنا اياه احنا. فبنعطيه احنا بفتره المساء اي مصدر بروتين يكون كازيين، مثلا الزبادي او الحليب، حتى يضل محافظ على امتصاص البروتين لفتره طويله بشكل بطيء طبعا، وبالتالي يعدل من موضوع البروتين بالانس اللي بيصير سينثيسيس اللي بيصير في العضلات. مثال لتيم سبورت اثليت عندي سكوت، وسكوت رجع للفريق بتاع المدرسه، والمنافسه هذه اللعبه اللي بيلعبوها تقريبا مدتها تقريبا ساعة. هلا بده يعود نفسه كيف ممكن يعمل ريفيولينج ديورينج دي جيم مثلا خلال اللعبة. فهو بيجرب الحد تقريبا الأدنى، بياخذ الحد الأدنى مثلا من الرقم اللي ذكرناه احنا، قلنا من 30 ل 60، فهو بيجرب من 30 ل 40 تقريبا جرام كربوهيدرات بيضربها بالنسبه له بياخذ 30 جرام كربوهيدرات او 40 جرام كربوهيدرات. لكن اذا كان مش مجهز ومش متغذي كويس وخلال فتره اليوم ما قبل التمرين، ممكن ياخذ اللي هي الجرعه الحد الاعلى اللي هي 60 جرام.
بالإندورنس أثليت أيضا ذا سيم. إذا كان التمرين 90 دقيقة بايك رايدنج اللي هي قيادة الدراجات الهوائية لمدة 90 دقيقة، فمقترح عليه إنه يأخذ اللي هو 30 جرام أوف كربوهيدرات وحوالي ل 45 جرام كربوهيدرات. كل ما زاد الوقت هاي تقريبا ساعة ونص، كل ما زاد الوقت كل ما زادت كمية الكربوهيدرات بير أور. الآن الكربوهيدرات بعد التدريب أو بعد التمرين، الآن إحنا إذا ركزنا بس بالسؤال إحنا بالشرح إحنا نتكلم عن الكربوهيدرات، لكن الأسئلة تتكرر عن البروتين دائما من طرفكم. هلا نفس الشيء إحنا حنتناول الفات وحنتناول البروتين بنفس الطريقة اللي شرحنا فيها موضوع الكربوهيدرات، لكن هذا هو منهج تدريجي لازم نتدرج فيه إحنا ونحكي بالتفاصيل بالطريقة نفسها. لما نيجي نتكلم عن البروتين نتكلم بالطريقة نفسها، ومنعرف البروتين واحتياجات البروتين قبل بعد ومتى أنسب وقت والكمية والأنواع اللي هي الكواليتي والكوانتيتي والتايمينج. بعد التريننج تقريبا متفقين احنا على 1 جرام تقريبا عشان ما يكون في نوع من التشويش بالأرقام، خلينا نتفق على 1 جرام بير كيلوغرام بير أور، 1 جرام بير كيلوغرام بير أور وكل ساعة، ونفضل انه يستمر هذا التزويد من ساعتين لثلاث ساعات بعد انتهاء المباراة. شو السبب؟ السبب انه هذا احنا بنسميه ريكفري، ريكفري معناتها تعويض النقص اللي صار والخساره اللي صارت في الجسم من مخازن الطاقه بالنسبه للكربوهيدرات. طبعا في خسارات اخرى حكينا عنها، في عندي املاح وفيتامينات وعندي بروتين وعندي سوائل وايونات معينه مثلا زي الصوديوم لابد من تعويضها. لكن الآن نتكلم إحنا على الكربوهيدرات، يتم تعويضه بعد انتهاء التدريب أو المباراة بواحد جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم في الساعة الواحدة، ويفضل إنه يستمر هذا من ساعتين لثلاث ساعات بعد انتهاء التدريب. الهدف إنه سرعة تعويض الخسارة اللي صارت بمخازن الطاقة سواء كانت بالمصل جلايكوجين أو الليبر جلايكوجين، وإعادة تأهيل الجسم مرة أخرى. الآن اللاعبين البروفيشنال اللي نحكي عنهم إحنا الرياضيين هذول عندهم برنامج، اليوم لعب مباراة بجوز ثاني يوم الصبح عنده مباراة مثلا أو عنده تدريب، وبالتالي لابد من الاهتمام بوجبة الريكفري وإعادة الجسم كما كان عليه قبل التدريب أو قبل المنافسة، وهذا الشيء بيساعد اللاعب على أنه يستمر ببرنامجه التدريبي اليوم التالي أو اللي وراء. فهذه الشغلة مهمة جدا، وخاصة إذا كانت في معسكرات رياضية وعندي بطولات وعندي منافسات. في إحدى البطولات خاصة للفئات السنية الصغيرة بيلعب ممكن مباريتين ثلاثة في اليوم، وممكن يكون الفاصل قليل بينهم ساعة استراحة بين المباراة، تكون في عندهم حوالي 50 فريق، وبالتالي خلال فترة معينة بدهم يخلصوا المباريات خلال 3-4 أيام. فبالتالي بده يكون نوع من الفهم والوعي عند اللاعبين، وعند أخصائي التغذية الرياضية المرافق للفريق كيف يتحكم بالمين ميل هلأ وكيف يعطي سناكات بناء على الجدول المباريات. تقريبا حسب بيلعبوا ايروبكس تقريبا نفس النسبه، لكن برضو خذ التايم اذا كان اكثر من 45 دقيقه ممكن بالنسبه للريكفري. الان اذا كان سؤال بالنسبه للريكفري، نعم خلينا نشوف كيف لما نطبقها كلها مع بعض. قبل 3-4 ساعات ممكن نعطي 1-4 جرام بالكيلوغرام فروم بادي ويت، هذا ان جنرال. قبل ساعة أو أقل من ساعة السناك إذا كان بالإمكانية بنعطي حوالي، إذا كان اللي هي سيمبل شوغر، وبنعطي الأماونت اللي ممكن يتحملها الرياضي، يعني هاو ماتش كربوهيدرات هي كان توليريت مثلا بنعطي، وحكينا احنا تقريبا من 25 ل 30 جرام كربوهيدرات.
during exercise للتيم سبورت بنعطي اللي بيلعبوا من ساعه ل 90 دقيقه بنعطي من 30 ل 60 جرام كربوهيدرات بير اور, وبالانديورنس بنعطي 90 جرام بير اور اذا كانت اكثر من ساعتين او ثلاث ساعات. الريكفري 1 جرام اوف كربوهيدرات بير كيلوغرام لساعتين لثلاث ساعات بعد انتهاء التمرين. اللي بدنا ننبه عليه قبل ما ننتقل لموضوع اخر او الاستراحه, انه الريكومنديشن هاي هي الستارتنج بوينت, فهي نقطه انطلاق زي ما حكينا, وهذه الارقام هي فقط ارقام اللي يقدر يبني عليها اخصائي التغذيه حساباته. في عنده شيء اساسي موجود فممكن يبني عليه البرنامج للانديفيدوالايزد دايت بلان للرياضيين, فبالتالي انه في شيء بيساعدك كيف ممكن تبدا, او في نقطة بداية اللي تشتغل عليها وتكمل شغلك عليها. في أي سؤال حاليا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عفوا دكتور, بس أنا ما ركزت في هاي النقطة جيدا, يعني ليش في أعطينا 1 جرام بير كيلو جرام بير أور, وفي بعدين الإنديورنس أعطيناه 90 جرام, ما فهمت ليش, يعني ليش الكمية ضاعفت بهذا القدر, يعني ولا هو الكمية الكلية مثلا, أنا بس ما ركزت في هاي النقطة. عفوا سنتي, هو أنت ما ركزتي, هذا الصحيح. وال90 جرام احنا فيه ايش اسمه بري وديورينج وبوست, عشان بس نتكلم عن الكربوهيدرات ريكومنديشن للاثليتس بروفيشنال اثليتس قبل المباراه, اثناء المنافسه او المباراه او التمرين, وبعد. في عندي 3 مراحل, قلنا قبل بنعطي متفقين ان احنا نعطي كميه ثابته اللي هي من 25 ل 30 جرام كربوهيدرات, لكن بالنسبه للانديورنس بنعطيهم, لانه قبل 3 ساعات بنعطيهم كميه اكبر شوي, لانه المنافسه تاعتهم طويله لساعات, وبالتالي بعمل تحميل بفتره اطول, بعمل تحميل للكربوهيدرات بفتره اطول اللي هي فتره تقريبا 3 ساعات, فبعطيهم انا كميه اكبر من الكربوهيدرات لاحتياجاتهم السريعه, نوع من اللودنج احنا بنعمله لاحتياجاتهم السريعه. اما بالنسبه لل90 جرام, ال90 جرام هذه اللي هي اثناء التدريب, في كل ساعه بعطيه 90 جرام اثناء المنافسه, اثناء البطوله بعطيه في كل ساعه اذا كانت عدد الساعات المنافسه يزيد عن الساعتين او 3 ساعات, فبعطيه 90 جرام كربوهيدرات بير اور, لانه بده يلعب على مستوى على وقت اطول, وبالتالي استهلاكه على اللو انتنسيتي والهايدريشن بيكون اعلى من الكربوهيدرات. هذا اذا كان ديورينج. إذا كان بوست آفتر بنعطيه 1 جرام بير كيلو جرام بير بادي ويت بير أور, يعني في كل ساعة, في الساعة الواحدة بياخد 1 جرام لكل كيلو جرام من وزن جسمه, وهذا الحكي بنطبق على من ساعتين لثلاث ساعات بعد انتهاء المباراة. ولكل حالة فردية في طبعا حسابات أخرى, لكن هذه الأرقام هي عبارة عن منطلق. هل واضح؟ بعرف إذا معنا ولا إذا كان واضح. كتبت إنها الواضح الكلام على الشات. نعم. الشات خلاص صحيح. جزاكم الله خير. اللي هي الأخت غادة مزبوط. طيب. خليني أرجع شوية للأسئلة. واضح أو واضحة؟ طيب. لكن في أسئلة والشات مش كمان. طيب. الملاكمة نعم. برضو بنحطها في الويت كاتيجوري سبورت, احنا مش قوتها او نوعها. واضح او واضح. في دكتوره تغذيه تحكي حالي بده ينحف ياخذ اي شيء حتى لو في كار بعد التمرين ما دام ضمن احتياجاته, صح الحكي؟ نعم. اللي هي الريكفري ما لها دخل في في في, في البرنامج اللي هو بده ينحف وبده ينصح وبده, لا الريكفري
مطلوب انه ياخذ كربوهيدرات يعوض مخازن الطاقه اللي خسرها، ما لها دخل في قضيه حرق الدهون وغيرها مثلا، او ما لها دخل بعمليه زياده الوزن. فيجب ان ياخذ كميه من الكربوهيدرات، لكن ممكن اختصرها انا على 1 جرام بير كيلوغرام فقط بير اور لساعه واحده. صفاء تتوقعي؟ لا، الكربوهيدرات بنعطيها بعد التمرين. انا بتكلم عن البروفيشنال الان، انتم بتتكلموا عن الجيم، هاي الفرق بيننا وبين الهاب. بتتكلم عن خساره وزن ورفع وزن، ممكن احنا نعمل دوره زي ما حكينا امس متخصصه في هذا الموضوع، فعشان بس ما يصير في نوع من الالتباس على الاخوه والاخوات اللي بيحضروا معنا. ست مريم، شكلك تشتغلي مع لاعبين تيكواندو. قبل فترة تمت استشارتي بلاعب تيكواندو دون ذكر اسم، وزنه كان 62 كيلوغرام، واللاعب هذا دولي وحاصل على ميدالية ذهبية في الأولمبياد وفي بطولات. الآن بدهم يأهلوه حتى يحصل على الميدالية الذهبية على وزن 58. وزن 62 كيلو معنا كان شهرين فقط نشتغل عليه، فهمت علي كيف؟ فإذا نزل ل 58 بإذنه تعالى يعني منافس قوي على الميدالية الذهبية. هذا لاعب منتخب وطني او الاتحاد الوطني للتيكواندو من اللاعبين الاردنيين. هلا كيف ممكن تشتغلي كمثال عملي؟ ما فيش مجال اعطيك هلا انا. نعمل 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 برامج، نعمل برامج. كيف ممكن تعمل ريكفري؟ ممكن نعمل ريكفري. الريكفري هذا حكيت موضوعه طويل، يعتمد على شو اشتغلت بالاول على وزنه وشو اشتغلت بالنسبه للسوائل وتخسيس السوائل عليه. اوكي طيب، مين وايل احنا ان شاء الله الامور تضلها ثابته ومش راح نفصل الخط، نضلنا شغالين حتى بالبريك حتى ما ينقطع النت من عنا ونشتغل على هذا الموضوع. اللي بدي احكيه الان ممكن اعمل شير على اسئله خلصنا منها، هذه احنا تاعت امس تقريبا خلصنا منها. اوكي طيب، الموضوع اللي راح نتناوله في الجلسه القادمه بيتكلم عن دايتري فات، واحنا حكينا الان بندرس الماكرو نيوتريانت واحده واحده، درسنا الكربوهيدرات والان بندرس الفات، وبليفل اخر بندرس البروتين بتفاصيله، لكن هاي المواضيع هي مهمه ومجدوله بهالطريقه هذه حسب المنهاج. خلينا على الدهون في الشابتر القادم ان شاء الله. في اكتيفيتي تم توزيعه عليكم، الاكتيفيتي هذا اللي هو بتكلم عن يعني هي نكشة مخ ولكنه مهم جدا وراح نعطيه وقته. investigating a career as a sport dietitian، اللي هي بدنا نشوف المجالات اللي بيشتغل فيها اخصائي التغذية الرياضية، وفي عندنا كان عدة مجالات. هذا الموضوع مفروض انه توزع عليكم، بعثناه PDF للاخوة، راح يكون فيه شرح ومناقشة فيه لانه هو موضوع حبيت ان استفرد فيه بعد في نهايه الدوره واعطيه وقته، لانه موضوع مهم جدا بيخلي كل واحد فيكم يعرف اكثر عن مهنه التغذيه الرياضيه ومجالاتها، مجالات العمل فيها، لان هي مش مجال واحد فقط. فعنا برايفت براكتس، فعنا الكوليدج، فعنا بروفيشنال سبورتس دايتيشن، فعنا تكتيكال سبورتس دايتيشن، وفعنا اللاب او هو سبورت بيرفورمانس فاسيليتيز بيشتغل فيها اخصائي التغذيه الرياضيه. أنا ممكن واحد يقوم فيهم كلهم، لكن في تخصصات فيما بعد ممكن يكون أخصائي موجود في مكان محدد من الأماكن الخمسة هذه. طيب ناخذ بريك صلاة ونرجع 12 وربع إن شاء الله. إذا قللت السوائل بنسبة كبيرة تقل كفاءة اللاعب، نعم هذا الحكي ما في أي خلاف نهائيا. إذا قللنا السوائل بتقل كفاءة اللاعب، يعني البرفورمانس تاعه والإيفيشنسي بدهم يقلوا. لكن هذا الكلام يعني في عندنا شيء بنستخدمه، مضطرين إن احنا نستخدمه، ففي أمور بدك تضحي فيها على مقابل هدف أكبر، فهمت علي كيف؟ لكن مع المراقبة، مع المراقبة، يعني مش راح احنا ننزل السوائل هذه الا اذا كان مدرب عليها قبل،
اللي إذا نزلنا بها قبل بليلة لازم يكون دخلنا في هالوضع هذا قبل مرة أو مرتين بفترة كافية وشفنا شو النتائج العكسية عليه. هي واحد. اثنين، التعويض بده يكون مباشرة بعد التوزين زي ما حكيت أنا بطريقة مدروسة. هذه تقريبا الكلام، لكن هذا الكلام راح ندرسه بشكل فعال وأكثر في الشابتر اللي بتكلم عن الهايدريشن، لأنه الهايدريشن مهم جدا. وإذا نزل الوزن أقل من 3% من وزن الجسم فقد سوائل 3% أو أكثر، يدخل في موضوع اسمه ديهايدريشن، موضوع الجفاف اللي له أثر كبير طبعا على الصحة بشكل عام، الكفاءة، الأداء، التركيز الذهني، اتخاذ القرار والعوامل هذه. وهذا الشيء طبعا غير جيد انه نصله، لكن نحن مضطرين في اوضاع زي هيك خاصه في الرياضات اللي بتعتمد على الوزن مضطرين احيانا انه نشتغل بهالطريقه هذه. لكن الطريقه هاي حتكون طريقه اول شيء مدروسه، ثانيا مجربه لدراسه الانعكاسات او الجوانب السلبيه اللي ممكن تحصل في هاي الطريقه وكيف ممكن نتجنبها. بالتالي هذه الامور خاضعه لخبره وتجربه اخصائي التغذيه الرياضيه اللي بده يشتغل هذا الشغل. هذا بشكل عام. طيب نرجع للموضوع الاساسي اللي هو الشابتر الاخير Dietary Fat and Utilization During Exercise. Why fats are important؟ ليش الدهون مهمة؟ دائما الدهون بتاخذ للأسف يعني أكثر شيء عليها ظلم، عليها تعتيم. لما نحكي دهون سواء أخصائيين تغذية مبتدئين أو حتى ناس عاديين، فدائما الدهون لا تأخذ حقها بالشرح أو بالتثقيف الصحي الغذائي. لكن للأسف طبعا هذا الحكي مش مظبوط. يجب التركيز على موضوع الدهون. الدهون هي جزء لا يتجزأ من تكوين الجسم. الدهون تحمل سعرات حرارية عالية، ضعف الكربوهيدرات وضعف البروتينات. تستخدم الدهون في الاكسرسايز كمصدر للطاقة كما ذكرنا في المحاضرات السابقة. الدهون لها أهمية في تكوين الجسم و فوائد لا تحصى، سواء على الانسوليشن، ثيرمال انسوليشن، سواء على كانة الهرمونز، على النيرفس سيستم، على تكوين الخلايا في الإنسان، دورها بإصدار الطاقة، إعطاء الطاقة، طبعا لها أدوار كثير مهمة. فمن ضمنها كان أنه في عندي نسبة من الدهون موجودة على شكل تريغليسرايد أو تراي أسيل جليسرول اللي موجودة في الكبد، والدهون مهمة في موضوع الفات سوليبل فيتامينز، لولاها بتمش الامتصاص أو بكون امتصاص ضعيف لبعض الفيتامينات اللي هي فيتامين A، فيتامين D، فيتامين E and فيتامين K. وتعمل طبقة من العزل وشوك أبزوربانس للأورجانيك فانكشنال أورغانز اللي موجودة في الجسم مثل القلب، الرئتين. لولا وجود دهون حوالين هذه الأورغانز ما بكون في استابيليتي في وظائفها أو في البوزيشن تاعها. كمان هي جزء لا يتجزأ من السيل ممبرين استراكشر. إذن في أهمية، وأكبر من هيك أهمية كبيرة لوجود الدهون في الجسم. وين موجود الدهون في المصادر الغذائية؟ الدهون موجودة أو أنواع الدهون غالباً النوع المشهور تقريباً 90% من الدهون بتكون على شكل تراي جليسرايد أو مسمى تراي أسيل جليسرايد. هي عبارة عن كل جزيء من التراي جليسرايد مكون من 3 أحماض دهنية مربوطة في جزيء من الجليسرول على الهيكل تاعه،
وتختلف طبعا باختلاف الأحماض الدهنية المربوطة في جزيء الجليسرول. هذه تقريبا 90% من شكل الدهون الموجودة في الجسم بتكون على هذا الشكل الترايجليسرايد. هلا في اختلافات طبعا بالنسبة لتشكيلة الأحماض الدهنية، إذا كانت أقل من 6 جزيئات كربون بتكون short chain fatty acid، إذا كانت between 6 and 12 carbons بتكون medium chain fatty acid، إذا كانت أكثر من 12 بتكون long chain fatty acids. وهذا بيحدد يتحدد بنوع السلسلة، سلسلة الأحماض الدهنية اللي ملتحمة بهيكل الجليسرول بشكل خاص. أما من ناحية البونس اللي هي الروابط، فعنا ممكن تكون ما في أي رابطة في الحامض الدهني، أو ممكن يكون في عندي رابطة واحدة أو يكون رابطتين أو أكثر من هذه الروابط موجود في الأحماض الدهنية. هلا إذا ما كانش في روابط موجودة بنسميها إحنا saturated fatty acids، واللي هي معروفة من 90% بتكون موجودة في المصادر الحيوانية، وهي تكون جامدة في درجة حرارة الغرفة. لكن إذا كانت one bond بنسميها إحنا mono unsaturated fatty acids، وهذه بتكون رابطة واحدة بتكون أيضا سائلة في درجة حرارة الغرفة اللي هي unsaturated fatty acids. إذا كانت أكثر من bond موجودة أو رابطة بنسميها poly unsaturated fatty acids، وهذه غالبا بتكون موجودة في المصادر النباتية عكس المصادر الحيوانيه. هذه غالبا كيف بنحدد احنا الفاتي اسيد بالنسبه للساتوريشن والانساتوريتد فاتي اسيد. الدايتري سورسز بالنسبه للساتوريتد فاتي اسيدز موجوده في المصادر، غالبا في المصادر الحيوانيه، البان، اجبان، لحوم، زبدة مثلا، آيس كريم، غالبا هاي الساتشوريتد فاتي أسيدز موجودة. لكن بالنسبة للمونو موجودة بتكون بالفواكه اللي هي الدهنية مثل الأفوكادو، موجودة أيضا في البقوليات، موجودة بمصادر أخرى، أوليغو اللي هي زيت الزيتون أيضا يعتبر من المصادر المهمة. بولي انساتوريتد موجوده في غالبا نحكي في الانواع الاخرى من الخضروات والفواكه، وموجوده بشكل اساسي في دهون الاسماك او زيوت الاسماك اللي هي بيعتمدوا عليها في مجموعه الاوميجا 3. وفي عندنا نوع اخر من الدهون بنسميه احنا الترانس فاتس، اللي هو اصلا بيكون في البروسيسد فودز، الاغذيه المصنعه او في الصناعات الغذائيه، غالبا بتكون كميات كبيره من الترانس فاتي اسيدز، لكن هي موجوده بشكل طبيعي في اللحوم والمصادر الحيوانيه بنسبه قليله. اضرارها طبعا كبيره جدا. هلا لو نتكلم عن الساتوريتد فاتي اسيدز مثلا، كان في دراسات قديمه تتكلم عن بانه تاثيراته على القلب والصحه بشكل عام. في التصنيفات احنا بنتكلم عن الانساتوريتد فاتي اسيدز، بنتكلم عنها بانها صحيه، لكن عند مفهوم الوزن بنفهم انه الجرام فروم فات بغض النظر عن شو نوع هذا الدهون، سواء كانت ترانس ولا ساتوريتد ولا انساتوريتد، 1 جرام فروم فات بيعطيني 9 سعرات حراريه. موضوع التخسيس وزياده الوزن لازم نعرف انه الدهون دهون وهي كمصدر عاليه بالطاقه. الترانس فاتس ما اخذها كثيره غالبا تاثيراتها الصحيه، وهي المستوى الاخير للاسف بالتصنيفات، ولا يحبذ التناول وهي تعتبر غير صحيه، فهي لها علاقه كبيره بامراض القلب والشرايين اكثر من موضوع الساتوريتد. الدراسات الاخيره اثبتت بانه الكلام اللي كان يكون على الساتوريتد فاتي اسيدز ماخذ مجال كبير ومخاطر كثيرة على الصحة قل في الآونة الأخيرة، وأصبح اللوم أكثر على مواضيع الترانس فاتي أسيدز والتوتال فات انتيك
من موضوع اللي هي الساتيوريتد فاتي أسيدز. التنوع في الدهون طبعا إجباري، هو الدهون هاي إحنا ما بنذكرها بالريكومنديشن لأنه الدهون موجودة بكل الأطعمة، موجودة في الطعام اللي بتناوله إحنا، بدون تحديد إحنا المصادر الغذائية أو إنه لازم نأخذ دهون يكون واضح مثلا في الوجبة، لا هي included في التصنيع، included في الطبخ، included في اللحوم الموجودة، مهما حتى أخذنا لحوم اللي هي lean meat، اللحوم المشفية من الدهون بيضل فيها نسبة دهون، حتى السكيم ميلك أو اللو فات، اللو فات في نسبة 2% تقريبا من الدهون. إذا الدهون هي داخلة أو جزء لا يتجزأ من أصناف الأطعمة، وبالتالي غالبا إحنا ما بنحط الحصص الغذائية تاعتها في البرامج الغذائية لأنها included، بتكون موجودة في اللحوم وفي بقية أصناف الأطعمة، في dairy products، استخدامها في الطبخ، استخدامها في salad dressing، استخدامها في الساندويتشز اللي بنحطها غالبا إحنا، حتى بنضيف بوجباتنا الغذائية في الحميات الغذائية ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مثلا على السلطة لتعويض الانتيك أو recommendation recommended intake from fat. طيب daily fat intake recommendations، غالبا اذا بنصنف الدهون نقول انها تكون هي تقريبا from 30 to 35% from the total energy intake per day، لكن المهم في الموضوع اللي هو انه saturated fatty acids ما تكونش اكثر حسب dimensional recommendations اكثر من 10% من مجموع الدهون. The trans fats high intakes are associated with an increased risk in heart disease and should be eaten in small quantities or avoided. Intake of fat by athletes should be in accordance with public health guidelines and should be individualized based on training level. هون النقطة اللي بنحكي عنها إنه طالما بتتمرن مسموح إنك تأكل أي شيء. لا، هذا الحكي غلط. مش مسموح إنك تأكل أي شيء، وخاصة لما نيجي على موضوع الدهون، إنه أنا بتمرن وقاعد بحرق وبالتالي أنا يعني حر في خياراتي أو الفود تشويسز تاعتي. لا، هذا الحكي نهائياً مش مزبوط وليس صحيح. الرياضي أو غيره يجب الانتباه لموضوع الدهون ومصادر هاي الدهون وأنواعها، يجب الانتباه إلها وأخذ الحرص والحيطة عند تناول الدهون من مصادر قد تكون فيها هاي الريسك، مثلاً مثل الفاست فود اللي هي فيها الترانس فاتي أسيدز مثلاً، وبالتالي يجب أن تكون مقننة ومعمول عليها كنترول، فهي ليست مفتوحة. وحتى لو أنك تتمرن مش موضوع، هي موضوع تأثيرها على الصحة والجانب الصحي أكثر من موضوع الطاقة وزيادة الوزن. الأوميجا 3 فاتي أسيدز أخذت يعني جانب كبير من الدراسات والمناقشة خاصة على مستوى الرياضيين، حتى كان في ديبيتس في الفترة الأخيرة على موضوع الأوميجا 3، وفي أبحاث أثبتت بأنه عدم كفائتها في موضوع ما يقال عنها بأنها ممكن تخفف من صحياً من صحة الشرايين مثلاً أو القلب، لكن هذا الكلام وجدوا أنه جرعات عالية من الأوميجا 3 ممكن تؤدي إلى عملية في زيادة كهربة القلب وعمل نوع من المخاطر على القلب. لكن خلينا نفوت ونتفرج احنا على الأوميجا 3 وين موجودة، شو هي، شو أنواعها. غالبا محصورة بالألفا لينوليك أسيد ALA، واللي هي أصلا بتكون منها EPA والDHA، هذول النوعين أصلا هم مصدرهم كان الألفا لينوليك أسيد. هذول الأوميجا 3 تعتبر من مجموعة مهمة من الدهون، كما ذكرت من أخذت حيز كبير في موضوع المناقشات والأبحاث العلمية الدراسية اللي حدثت مؤخرا، وما زالت لحد الآن دراسات حديثة بين إنها مدى فائدتها وعدم فائدتها أو تأثيرها. لكن إذا تكلمنا عن الجرعات الخفيفة بحدود
جرام بير دي، ممكن تكون بالسيف سايد. معظم الدراسات اللي صارت على جرعات اعلى من هيك. اذا تكلمنا عن السمك معين مثلا، اذا اخذناه حسب التوصيات بانه السي فود يكون ليس اقل من كميه معينه 200 220 جرام اتليست بير ويك، انها تتناول من مجموعه السي فود مثلا او الفيش. هذه الكميه برضه بتكون بالسيف سايد اللي ممكن ما يعطيها التاثيرات اللي كانت موجوده في الدراسات المؤخره. Can you name some good food sources for omega 3؟ طبعا في عندنا اللي هي السي فود في السلايد هذا واضحه، لكن في عندي ايضا مجموعه مهمه النتس والسيدز، فيجيتابل اويلز تحتوي سوي برودكتس، يحتوي ايضا على كميات جيده من الاوميجا 3، لكن غالبا هي تتركز بالاسماك اللي هي مثل سمكه التونه والسردين والمكرل والكد والسالمون. موجوده في المصادر النباتيه مثل الافوكادو بالاوليف اويل بالشيا سيدز، اللي اخذت ايضا حيز كبير من المناقشه والدراسات في الاونه الاخيره اللي هي بذور الشيا. بموضوع السبورت كان في تاثير كبير واضح ومثبت من خلال الدراسات على تاثير الاوميجا 3 انتيك والبريفنشن اوف هيد تروما، واللي هي كومون موجوده في الاصابات الرياضيه خاصه في الالعاب الجماعيه وحتى الالعاب الفرديه، غالبا ما بتتكرر الهيد تروما. الهيد تروما ناتج طبعا عن اي اصابه على الراس ممكن يصير فيها ارتجاج في الدماغ، وبالتالي لها حيز كبير من السبورتس ميديسن والدراسات اللي صارت مؤخرا في الطب الرياضي والمشاكل ممكن يسببها اي هيد تروما فيما بعد على اللاعبين. هذا الحكي من خلال الممارسه والتطبيق العملي موجود عند لاعبين كثار، بصير في عندهم الهيد تروما خاصه في الاحتكاك المباشر او غير مباشر، بتحصل اصابات الراس والها موضوع طويل في طريقه تشخيصها وعلاجها. لكن اللي بهمنا بالنسبه للاوميجا 3 وجدوا انه لها فائده كبيره على قدره الاستشفاء من اصابات الراس وسرعه الاستشفاء من اصابات الراس اللي بتصير عند اللاعبين. اوميجا 3 فاتي اسيدز ايضا تعتبر من الانتي انفلاماتوري، وهذه خاصيه ما فيها شك في الدراسات اللي عملت، بان هي مضاده للالتهابات وخاصه اللي بتصير في الاصابات الرياضيه حوالين العضلات مثلا او في العظام. ف بسبلمنتيشن للاوميجا 3 ريديوس ماسل سورنس، الالام اللي بتصير والسوينج اللي بتصير ايضا في منطقه العضلات. فيعني من مفاوضها في الاصابات الرياضيه كانت على الهيد تروما، كانت على از انتي انفلاميشن، وبالتالي كان السبلمنت تاعها ضروري في عمليه الريكفري خاصه في عمليه اللي هي السبورتس انجريز ريكفري. وبغض النظر كانت لها فائده او ما لها فائده، لكن خاصه اذا كان عليها شك او هي موضوع شك، لكن مثبت ايضا في الدراسات بانه المنافسات الطويله بالوقت مثلا اللي هي لونج ديوريشن سبورتس، انه وجدوا ايضا فائده كبيره للاوميجا 3 في تحسين الاداء ومنع الاصابه والاستشفاء، تسريع الاستشفاء او ريكفري عند اللاعبين. So supplementation بتكون ممكن 3 to 5 جرام بير دي for 4 weeks، هاي طريقة إعطائها. وإحنا اتفقنا في موضوع supplementation، لكن الآن نتكلم عن الدهون، هاي الجزئية بالنسبة للأوميجا 3 حبينا إنه نعطيها حقها لأنه عليها كلام كثير. وقبل فترة كان في نقاش عليها في جمعية اسمها جمعية رواد الرياضة، هي جمعية عربية بالمناسبة، كان قبل 10 أيام اللي موضوع لايف كان من خلال هاي الجمعية على موقع الجمعية الرسمي، فبحضور 600
دارس وباحث في مجال الرياضة من مدربين وأساتذة الجامعات ورياضيين. فكان من ضمن المواضيع المطروحة كانت أوميجا 3. أوميجا 3 كان عليها كمان ديبيت وما زال عليها الديبيت لحد الآن، لكن إحنا تقريبا يعني نوازن بالكلام حسب الدراسات العلمية. طالما ما في عندي ستيتمنت بالأخير موجودة بالمنع، إحنا بنتكلم بحسب المعلومات المتوفرة للآن، حتى لو كان في هناك شكوك، لكن إذا التزمنا بالدوز الموجودة هاي الدوز هي سيف، ومعظم الدراسات انعملت على جرعات أكبر من هيك. هاي الدراسة من الدراسات المهمة أيضاً انعملت. They found that a greater decline in muscle volume in the control group اللي ما أخذوش الأوميجا 3 compared للأوميجا 3 group، معناته هي تقريباً حافظت أثناء ريكفري، حافظت على حجم العضلة، وبالتالي قللت من المسل بروتين بريك داون، قللت من تحطم البروتينات في العضلة أثناء الريكفري، خاصة عند اللي بيصير في عندهم إنجري. طبعاً ما فيش تمرين، وبالتالي عملية المسل بروتين بريك داون بتكون عالية جداً عندهم. For you as clinical dietitians وخريجين جداد، digestion, absorption, storage and breakdown، زي ما حكينا عن موضوع الكربوهيدرات، digestion والabsorption للفات بيبدأ من الفم، من lingual lipase breakdown the lipids، وبعدين على الستومك في عندي gastric lipase بيشتغل على the breakdown of lipids، وبعديها بالانتستين بيصير في عندي البايل اللي بتطلع من البايل اسيتس او البايل سولتس اللي بتعمل كمان بريك داون دي لارج جلوبولز اور مولكيولز من الدهون، وبتعطينا جزيئات اصغر. والبنكرياس بتفرز اللايبيز هايدروليزز، وبعدين السمول الاجزاء الصغيره هذه بتتحطم وبتطلع من الفاتي اسيتس. وين موجود الدهون؟ الدهون موجوده في الاديبوس تيشو تقريبا 12 كيلوغرام، وموجوده في السكيلتال مسل حوالي 0.3 كيلوغرام، يعني 300 جرام دهون موجوده في السكيلتال مسلز، وهذه مهمه جدا كسورس اوف انرجي في العضلات. طيب هذا الكلام معمول على لاعب مان وزنه 80 كيلوغرام وشكل الدهون عنده كرياضي 15% من البادي فات. اذا هذا الافرج تاع الرياضيين تقريبا، في عندنا اقل من هيك طبعا افرج، لكن ان جنرال ممكن نحكي انه في عندي 12 كيلو تقريبا بتكون موجوده الدهون في الاديبوس تيشو، وموجوده في السكيتال مسل حوالي 300 جرام من الدهون، وسببها انه اعطاء الطاقه وتوفير الطاقه على شكل الترايجليسرايد، وبنسميها احنا انترامسكولار ترايجليسرايد. الستورج وين بصير؟ الستورج بصير في الاديبوس تيشو، بصير في سكليتال مسل زي ما حكينا، لكن most of the fat is stored in white adipose tissue، طبعا الكميه الكبيره اللي حكينا عنها، وجزء منها اللي هي القليله 300 جرام موجودين في المسلز لاعطاء الطاقه في اللايبوليسيس. اللايبوليسيس بيحصل طبعا في الجهتين، بيصير في الادبس تيشو، بيصير في المسلز، وشو بنتج عنه او شو بيحتاج انزيمات لعمليه اللايبوليسيس بدخل فيها تقريبا في الادبس تيشو بدخل ثلاث انزيمات، لكن في المصل بيكون في عندي انزيم واحد اللي هو اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز، لكن في الادبس تيشو بدخل في عندي الادبس ترايجليسرايد لايبيز، هرمون سنسيتيف لايبيز، اند مونو اسيليجليسرول لايبيز. بالاخير بدها تروح الفاتي اسيدز على البلد، نحن نسميها فري فاتي اسيدز في البلد ستريم. Fat utilization during exercise، كيف بتستفاد من الدهون أثناء التمرين؟
الفيجر هذا بوضح على الجهة اليسرى بوضح لنا كيف يتم استخدام التريجليسرايد مصل التريجليسرايد اثناء الاكسرسايز، وهذا بيعتمد حكينا على اللو انتنسيتي بيكون اكثر، واللو انتنسيتي لما يكون في عندي استهلاك الاكسجين اقل او الفو 2 ماكس بتكون لو. واذا بتتذكروا لما تكلمنا عن هذا الكلام في الاكسرسايز في الميتابوليزم قلنا اذا كان اقل من 30% الفو 2 بيكون في عندنا المصادر الطاقة غالبا بتكون من الفات اللي تستخدمها العضلات تستخدم على التريجليسرايد او المصل التريجليسرايد as a source of fuel. اللون الابيض هو اللي شايفينه احنا اللي هو المصل التريجليسرايد. النوع المنقط بالسواد اللي هو المصل الجلايكوجين دائما هو العالي، والاسود هو اللي هو البلازما جلوكوز. So fat is the primary fuel at low moderate exercise intensity على low moderation أو low intensity. As exercise intensity increase above 60 or 65% of O2 max, there is a shift in energy substrate utilizing fat oxidation decreased and carbohydrate oxidation increased. لما شفنا الفيجر المرة اللي فاتت في اللون الأزرق واللون الأحمر إذا تتذكروا، كان استهلاك الكربوهيدرات as a source of energy أعلى كل ما زاد الـ VO2 max percentage، وبكون الفات oxidation أكبر كل ما قل الـ VO2 max percentage. In summary, fats have many important functions in the human body and should not be excluded from the diet. Fats can be categorized depending on the amount of carbon atoms. زي ما حكينا 6 أو 12 أو اللي هي short chain والmedium chain واللong chain fatty acids. وحكينا عن التصنيفات الأخرى بالنسبة للsaturated ومونو unsaturated والpoly unsaturated. وبعد كده حكينا عن trans fatty acids. Fat intake should make up 20 to 35% from the total energy expenditure. Trans fat should be avoided, and the majority of fat is stored in white adipose tissue. Majority يعني تقريبا معظم الفات، لكن هناك كمية قليلة بالبليغرامز موجودة في المسل علشان تعطينا اللي هي as a source of energy. طيب الآن درسنا بشكل عام هاي المواضيع اللي هي مواضيع الانترودكشن في البداية، تكلمنا عن التغذية الرياضية الفيجن والمشن والديفينيشن للسبورتس نيوتريشن، وبعدها تكلمنا عن مبادئ التغذية وتكلمنا عن الماكرو والمايكرو، وبعدها انتقلنا إلى الاكسرسايز ميتابوليزم أو فسيولوجي وتكلمنا عن الكربوهيدرات types of carbohydrate، وبعد الأخير تكلمنا عن recommendation للكربوهيدرات وتكلمنا عن الدهون بشكل أساسي ومدى أهميتها في برامجنا أو في التغذية بشكل عام. من الأمور الخبرة العملية اللي تكلمنا فيها أمس مطولا اللي هي التطبيقات العملية على التغذية الرياضية، وكان في بعض التساؤلات عن تغذية الجيمات نظرا لللبس اللي موجود كان عند بعض الإخوة والأخوات في موضوع الجيم. حكينا بنحدد في عندي 5 أو 6 أهداف. من ضمن الأهداف هذه، هل الهدف تخسيس وزن اللي هو طبعا تخسيس دهون، أو الهدف زيادة وزن اللي هو زيادة الكتلة العضلية كوزن، أو تضخيم عضلة أو بناء عضلة أو إعادة تشكيل جسم ترتيب جسم، أو ممكن يكون الهدف من المشتركين في الجيمات أنا جاي بس هيك just for fun and fitness. بعضهم بأخذوا من مواضيع الصحية بيقول لك أنا لصحة القلب، خاصة إذا كان عنده chronic disease زي مثلا واحد سكري، زي واحد عنده تصلب بالشرايين whatever. معظم الأطباء بنصحوا بممارسة الرياضة، وغالب الناس بتروح للجيمات بيكون فرد، فلازم أنا أعرف قبل بداية أي برنامج إنه شو الوضع الصحي لهذا اللاعب. حكينا أصلا للمشترك، وحكينا أصلا إنه اللي بيشتركوا في الجيمات اتوقع اذا كان في ليجستليشن تشريعات موجوده
انه لائق صحيا حتى يقدر انه يسجل في 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 نادي. وهذا الكلام موجود في الدول اللي برا، ما بعرف على مستوى الاردن هل بيطالبوا بشهاده طبيه او عدم ممانعه من 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 طبيب لممارسه الرياضه او لا، حتى ما يتم في تحمل مسؤوليه اذا كان في زياده في الجهد، خاصه للبيرسونال ترينرز الموجودين يخلي مسؤوليته اذا كان في اوفرلود في الاكسرسايز ويعملوا مشاكل خاصه عند مرضى القلب او مرضى السكري اللي ممكن يتحسسوا كثير في البرنامج الرياضي. اذا قبل كل شيء لازم اتاكد من موضوع انه ليش هو جاي على الجيم، ليش مشترك معنا، هاي واحد. هل عنده مشاكل صحيه، عنده امراض مزمنه، هاي اثنين خاصه بساله. يعني على سبيل المثال في احدى الجلسات اللي انطلبت انا اعمل فيها نيوتريشن اديوكيشن لفئه رياضيه، اول سؤال سالته اول شيء، هاي المجموعه كانت مجموعه خاصه حوالي 8 أطفال تتراوح اعمارهم من 10 ل 15 سنه وبدهم يضموهم لتدريبات معينه. فرحت اعمل انا تثقيف غذائي صحي كمحاضره اوليه. قبل ما ابدا او من خلال المحاضره سالت الحضور مين عنده امراض مزمنه، مين عنده حساسيه في التغذيه، حساسيه غذاء، مين عنده انتولرانس فود انتولرانس، مين عنده امراض مزمنه. يعني من الثمانيه كان في واحد اول شيء ازمتك برونكال ازمه وماشي على الانهيلر اللي هو فنتولين انهيلر، وسالته معك موجود معك؟ قال لي لا مش معي. يعني اللي هو يفترض انه يكون موجود معه خلال التمرينات، لو صابته ازمه اثناء التمرينات دخل في مشكله صحيه كبيره. هلا مش مشكله، احنا عندنا عياده موجوده وعندنا قسم طبي موجود، لكن المشكله الكبيره انه المدربين والاداريين اللي جابوا لي اللاعبين هذول مش عارفين هذا الكلام، مش سائلين هذا الكلام، مش عارفين انه شو عندهم مشاكل صحيه. الثاني الشخص الثاني كان في عنده السكري، وشخص ثالث كان في عنده اللي هو الجي 6 بي دي اللي هو تحسس من البقوليات او الفول بشكل اساسي. ف ذكرت هذا الموضوع وثقته بشكل رسمي بايميل بانه انا اعطيت المحاضره وعند سؤالهم عن الوضع الصحي كان في عندي واحد عنده سكري، واحد عنده كان برونكيال ازمه، واحد كان عنده الجي 6 بي دي، ونسيت الموضوع. في يوم من الايام بعد اقل من اسبوع، عيادتي كانت قريبه او مكتبي كان قريب من العياده الصحيه، فشفت حالي طارئه وويل تشير وناس رايحه وناس جاي، فرحت استعلم عن الموضوع. قالوا لي لاعب يعني دخل في شوك صدمه. فبعديها ثاني يوم انتبهنا انه هذا اللاعب كان من ضمن المجموعه اللي ثقفتها، وكان هذا اللاعب اللي هو اللي عنده برونكيال ازمه وجايبينه، وكان عنده حتى الاداري اللي جايبه قال انه تعبان وحاطه على كرسي، ورايحين الممرضه مش معطيته اهميه لانه ما تم تسليم انه وضعه خطر او كذا، وهو على الكرسي اصلا دخل في الشوك، وعملوا له ريسستيشن كاردو ريسستيشن انعاش والى اخره، واعطوه اكسجين. العبره من هاي القصه اللي انا ذكرتها بانه احنا كاخصائيين تغذيه رياضيه يجب ان يكون في عنا، او اخصائيين تغذيه يجب ان يكون عندنا قدر من الوعي الصحي في انه مواضيع المشاكل الصحيه عند المشتركين، عند الاشخاص، عند الموجودين معنا وبنشتغل معهم مهمه جدا، انها بتحدد نظامنا الغذائي وبتحدد النظام الرياضي بنفس الوقت. يعني انا كاخصائي تغذيه بحدد برنامج الغذائي بناء على المشاكل الصحيه اللي عنده، والمدرب الشخصي بده يحدد البرنامج التدريبي بناء على القدرات والمشاكل الصحيه اللي عنده. هذا يعني شيء حبيت اني اذكره. الان لما ندخل في التفصيل في البرامج الغذائيه اللي تتعلق بالاهداف الشخصيه، واحد جاي بيقول لك انا ممتاز، انا جاي بس دعم اللياقه. لياقه انا بعطيك معناته انا هيلثي ويل بالانسد دايت. واحد جاي بيقول لك انا بس بدي احافظ على صحتي وجاي العب مشترك في الجيم عشان اعمل انا كارديو اكون انا فيت والى اخره. اذا هون انا في البرنامج الغذائي بعرفك على الطعام الصحي وشو ضروره تقسيم الوجبات الغذائيه، عدم التغيب على الوجبات الغذائيه الاساسيه،
لابد من تناول وجباتك الغذائيه بانتظام، بحط له سناكات، بحطي نظام غذائي صحي، وبشيل الحاجات اللي الغير صحيه الموجوده في عاداته الغذائيه. قبلها طبعا انا بدي اكون عامل اسسمنت وعارف انه وزنه كويس، صحته كويسه، عارف شو المتناول الغذائي تاعه، بدي اتري انكول او ريكول، فبعرف انا شو اللايكس والديسلايكس تاعته، بحط له برنامج. هذا اذا كان الهدف منها تخسيس وزن، برضه بدي اعمل انا السكريننج والاسسمنت، اعرف قديش بدي اخسس وزن، لكن برضه بدي التزم انا في البرنامج اثناء التمرينات، شو التمرين تاعه، اذا كان كارديو مثلا، اذا كان جاي يشيل حديد او كذا، بحاول اعطيه السبلمنت والسناك المناسبه بناء على جدول تمرينه. ومش معنى انه انا اذا جاي اخسس له وزن معناته احرمه من الطعام واحرمه من هاي الوجبات. كيف نقدر نعمل برنامج تمرين رياضيه للشخص بده ينزل وزنها اللي بتكلم فيه انا، محافظ على جسم مشدود اللي هو من خلال تمارين مقاومه بالبيت من غير جيم. بالبيت من غير جيم اذا كانت عنده الادوات موجوده، شو التمرين بده يمارسها، نضمن انه موجود في عنده اجهزه او تولز يستخدمها، اوكي، فبنحسبه بحساب الجيم، نفس حساب الجيم. قضيه اول شيء انه شو الفات اللي عنده، شو البادي ماس اندكس اللي عنده، بناء عليها انا ببدا اشتغل بتنزيل الوزن بطريقه منظمه. الطريقه القانونيه المسموحه مش اكثر من كيلو جرام بالاسبوع في التنزيل، ومش اكثر من 6 كيلو جرام بالشهر، واذروايز اللي غير هيك برنامج غير دائم وغير صحي. والبرامج الاخرى ممكن تكون بتنزلك بشكل سريع، بيكون النزول عن طريق حرمان، بيكون النزول عن طريق فقدان سوائل الى اخره. هذا الحكي اخصائيين التغذيه بيعرفوا. الالتزام بالتمارين الرياضيه مهم جدا لترتيب الجسم، طالما هو بده جسم رشيق او مشدود فلابد انه يلتزم. التغذيه مش راح تعمل لك هذا الجسم المشدود، التمارين هي راح تعمل لك هذا الجسم اللي انت حابب انك تعمله. بدي برنامج غذائي لطفل عمره 12 سنه لتخفيف الوزن وتعاني من اي امراض. بالمناسبه البي اتش دي اللي معي هي شغاله على تشيلدرن اوبيزيتي، واشتغلت على عينة كبيرة من الأطفال اللي في سن المدرسة، من الفئة العمرية من 6 إلى 9 سنوات، وفئة العمرية الثانية كانت من 9 إلى 12 سنة اللي هي في المرحلة الابتدائية. اللي وجدناه بأنه العادات الغذائية الموجودة، وهذا الكلام إلك يا ست ريناس، العادات الغذائية الموجودة في المجتمع وفي العائلة خطيرة جداً ومؤثرة بشكل مباشر على صحة الأطفال. الان البرنامج الغذائي اللي بتعمل لك طفله عمره 12 سنه، قبل ما نعمل هالبرنامج بدك تقعدي مع الاهل، البيرنتس، الام والاب، والام بشكل خاص اذا كانت هي الموجوده في البيت وما بتشتغلش، اللي هي بتنتبه على طفلتها على غذائها. اذا بدك تشتغلي مع الاطفال راح تحتاري، اول شيء راح تعطيهم برنامج وراح تشوفي انه برنامجك ما لاقى اي تعديل او استجابه على موضوع الوزن. ليش؟ لانه الاطفال هذول بياكلوا شغلات ان بتوين بترفع الكالوري تاعتهم ل 500 سعر 600 سعر حراري زياده عن البرنامج اللي حطيتيه انت دون ذكرها. كونه الطفل بفكر انه الشيبس مثلا او الايس كريم او اذا اخذ مثلا شوكليت بار انه شيء لا يذكر. لو فتحنا علبه ماكنتوش واخذنا 3-4 قطع هو بعتبرها مش طعام، بعتبرها شغلة هيك عادية حلويات، والحلويات بعتبرها أصلا مش طعام. يعني بعد الناس المخدة العادات الغذائية إنه بعد الغداء بنتحلى، بعتبره خلص الغداء غير والحلو غير، يعني هذا شغلة ما لهاش دخل بالأكل. وشوف السعرات الحرارية العالية الموجودة في الشوكولات، بنرجع طبعا للفود ليبل تاعتها وبنشوف إحنا شو السعرات الحرارية الموجودة. يعني وان فينجر مثلا من التويكس مثلا يحتوي على أكثر من 150 سعر حراري. غير هيك مش بس قضية السعرات الحرارية، قضية التكوين، تكوين اللي هي الترانس فاتي أسيدز الموجودة والساتشوريتد فاتي أسيدز الموجودة والسيمبل شوغر الموجود، هي كمان أيضا بتسبب أمراض ومخاطر صحية أكثر من السعرات الحرارية الزائدة. إذا قبل ما نبدأ برنامج غذائي مع طفلة لازم نروح للأهل ونخاطب الأهل ونعرف شو العادات الغذائية، الأم اللي بتطبخ كيف طريقة الطبخ اللي بتعمله في البيت، شو الأصناف اللي بتقدمها في البيت وكذا كذا. أنا ما بدي طفل أحط له برنامج غذائي وأحرمه من الجلسة مع العائلة وأنه ما يشارك عائلته الطعام ويكون له، يعني خاصة يا ريت أنه ست ريناس تتعاوني مع سايكولوجيست
يعني الطب النفسي او المعالج النفسي مهم جدا في موضوع الكونسلتيشن للاوبيزيتي ان تشيلدرن، موضوع زياده الوزن او السمنه عند الاطفال، لانه الطفل هذا اذا سمع معايره او تنمر من زملائه او من زميلاته او حتى في البيت عندهم، اذا تكلموا اي كلمه يقصدوا فيها مثلا من المصطلحات اللي يقصد فيها الوزن الزائد او السمنه عند السمنه، فالطفل هذا اصلا راح يكون في عنده رده فعل عكسيه، راح يتنمر الثاني ويتناول ويزيد في وزنه، راح يعمل العكس ويكون غير مبالي. فقبل ما نبدا بالبرنامج الغذائي، دراسه الظروف البيئيه والاسريه والعائليه اللي عنده، ونتكلم مع الاب والام في هذا الموضوع، ونفهم الموضوع من ناحيه نفسيه اكثر، ونعرف طريقه الطبخ والوجبات واصناف الطعام اللي بتقدمها الام في البيت. تخفيف الوزن تقريبا 5 كيلو في التريدميل بالبيت جيد، 5 كيلو في التريدميل في البيت معناته انت بتحتاج الى برنامج غذائي لا يقل عن 1500 سعر حراري، 1600 سعر حراري، هي واحد. اثنين، ل 500 كيلو سوري 5 كيلو من الوزن في التريدميل بفضل تبدا ب 5 مينتس مشي، وبعدين 20 مينتس ركض، وممكن السرعه تكون متوازنه على سرعه 9 كيلومتر في الساعه بالنسبه للركض، وبعدين نرجع نعمل كول داون بالخمسه بلاست 5 مينتس نعملها مشي. هي واحد. اثنين، الالتزام بالبرنامج هذا، الالتزام مهم، يعني مش على مزاجه مره واول الاسبوع التزم وعمل لي ثلاث اربع مرات على التريدميل وبعدين الاسبوع اللي وراه مره، لا، الالتزام بالبرنامج التدريبي مثل الالتزام بالبرنامج الغذائي، لازم يلتزم بالبرنامج التدريبي، ولذلك احنا بنحط له برنامج تدريبي بناء على سهل، بناء على قدرته، ما بحط له انا برنامج تعجيزي. بالنسبه للاكل 1500 1600 سعر حراري جيد، الاكثار من تناول السوائل خاصه الماء وشرب الماء جيد. مش غلط تعطيه حبه فواكه قبل ما يطلع على التريدميل، ونعطيه سناك بسيط جدا، ممكن يكون بسكت مثلا مع ملك بعد التمرين. طبعا نشتغل على اللو فات او سكيم ملك في برامج تخسيس الوزن، لذلك ما في داعي نذكر على قضيه اللو فات والسكيم لما نتكلم عن الملك. معروفه انه اذا بدي اخسس وزن بدي اشتغل على اللو فات او سكيم ملك او الديري برودكتس. ممكن يبني عضل ويشد جسمه بادوات مثل اثقال وبار وحبل مقاومه من غير اجهزه اكثر من هيك؟ لا طبعا، الاجهزه غير، والفري ويتس احنا بنسميها غير. طبعا ممكن يبني عضل، نعم ممكن يبني عضل. البوش اب نفسه حتى يعني انت تستخدم مقاومه جسمك تبني فيها عضل بدون ما تستخدم اي اجهزه. ما بعرف ست مثينة ايش بالنسبه للمرضعه، كلمه مرضعه ما بعرف شو قصده فيها. anyway نرجع نتكلم عن الجيم ونعطيه شويه تفاصيل اكثر. اذا حسب البرنامج يحدد حسب هدف الشخص المشترك، فلابد انه اول شيء اعرف شو هدفه من البرنامج. الان لو دخلنا على قضيه بناء عضلات وتضخيم عضلات، نعم بدنا برنامج غذائي يكون عالي بالبروتين، عالي بالكربوهيدرات والسعرات الحراريه، نعم، وبدنا نعطيه سبلمنت بعد انتهاء التمرين، بعد انتهاء كل جلسه تمرين نعطيه سبلمنت ويكون فيها من 20 ل 40 جرام كربوهيدرات، وحكينا نحسبها ربع جرام لكل كيلو جرام من وزن جسمه. يفضل استخدام الواي بروتين، ممكن نستخدم احنا شيء اسمه بروتين بري ورك اوت، وفي قبل ممكن نعطيه، ممكن نعطي احنا بعديها البرانشين امينو اسيدز، ممكن نعطي شغلات اخرى يعني يتم فيها الاستشاره والدراسه وتحديد الكميه وطريقه الاستخدام بشكل اساسي. في فرق بين الارجوجينيك اللي هي المنشطات، وفي فرق بين السبلمنت اللي هي المكملات الغذائيه. هلا المنشطات للاسف نكون واعيين في الجيمات، في بلاك ماركت موجود واللي هي اندر ذا تيبل، اللي هي الشغلات اللي بمرقوها تحت الطاولات. انت كاخصائي تغذيه احيانا الجيمات بتهدف الى التجاره والربح المادي اكثر من موضوع الصحه، وكل واحد بيقول لك مسؤول بالاخير عن نفسه، هم بهمهم انه يسوق منتجاته. تصوروا انه يعني وجدنا بانه في هرمونز وفي انجكشنز بتتداول في الجيمات، وهذا في الدول المحترمه، كيف في الدول الاخرى؟
اللي ممكن يكون في تجاوزات عالية جدا فيها للأسف في موضوع الجمات. اللي بيستخدموا هاي الشغلات وبتاجروا فيها اللي هم بعض المدربين اللي ممكن يسوق لهاي المنتجات اللي هي جروث هرمون أو مواد منشطة بيستخدموها في تضخيم العضلات وإلى آخره. بدي أكون أنا منتبه كأخصائي تغذية رياضية أو أخصائي تغذية في الجيم إنه أنا ما أجاري السوق وألتزم بالمبادئ وألتزم بالمعلومات اللي عندي المسموح والممنوع في هذا المجال. طيب حكينا تخفيف 5 كيلو للمرضعة ما عندي مشكلة، نفس الكلام تريدميل، ونهتم بقضية الفود وتقسيم الوجبات الغذائية إلى 6 وجبات غذائية صغيرة طبعاً تحتوي على كامل المتطلبات اليومية من السعرات الحرارية كربوهيدرات. الآن ممكن بدون البرنامج الغذائي ممكن نكتفي بموضوع التريدميل، لأنه بعرفش أنا مثلاً مرضعة كم شهر صارها والدي مثلاً، لأنه من خلال ممارسة التمارين الرياضية بعد الولادة في 3 أشهر الأولى بيتم الرجوع إلى حالة الوزن الطبيعي ما كانت عليه قبل الولادة نوعاً ما. إذا بدنا نعمل دايت لحدا ما عنده مشكلة صحية وبياخد سعراته ويمارس رياضة المشي لمدة ساعة يومياً على جهاز المشي بس نزول الوزن جداً بطيء أو بيكون ثابت نوعاً ما، وين بتكون المشكلة؟ المشكلة في التمرين. حكينا سابقاً ست هبة أنه المشي ساعة يومياً ما بيعدل غيري من الانتنسيتي بتاعت الاكسرسايز، غيروا منها، خليه بدل ما يمشي ساعة خليه يمشي نص ساعة مشي ونص ساعة ركض مثلاً، يعني يبدأ بربع ساعة مشي نص ساعة ركض ربع ساعة كول داون مشي راح يتم نزول. هذا واحد. اثنين، كأخصائيين تغذية انتم تعرفوا انه ثبات الوزن شيء طبيعي في بفترة من الفترات، لانه كل ما قللتي السعرات الحرارية حيقل البيس الميتابوليك ريت كنوع من الادابتيشن بيصير في الجسم وبعدها بترجع الامور جيدة. اذا نعدل في البرنامج الرياضي 8 أشهر بالنسبة للمرضعة، نعم إذا ما نزل طبعاً هي نزلت على الأقل نزل 7 كيلو 8 كيلو نزل من الوزن اللي كان في الحمل، لكن ما زال عندها 5 كيلو ترجعهم طبيعي. يحتاجوا إلى وقت بعد نزول الكبير اللي صار تقريباً أكثر من 2/3 الوزن نزل إلى ما كان عليه الوزن الطبيعي، لكن الجزئية الأخيرة هذه بدها جهد، بدها ممارسة تمارين رياضية، وبدها أيضا برنامج غذائي يكون بعين الاعتبار في وضع البرنامج الغذائي تلبية الاحتياجات كمرضع، تلبية الاحتياجات بالأول لأنه ما كان ذكر أنها مرضعة طبعا اللي هي لاكتيت البومين، فبالتالي بدنا نشوف شو احتياجاتها من الطاقة، شو احتياجاتها من خاصة الكالسيوم، الفيتامينز، السوائل، البروتينات، وهي مهمة جدا. لما نشوف شو الاحتياجات تاعتها بناء على العمر، بناء على الوزن، بناء على الطول، شو كان وزنها قبل الحمل، وزنها اللي هو احنا بنحكي ريجولر بادي ويت، بناء عليها بنحط البرنامج. للاشخاص اللي بدهم يزيدوا وزنهم بنصحهم برياضه التحمل، نعم التحمل الانديورنس، لا رياضه القوه، رياضات القوه او اللي احنا بنسميها السترينث، التحمل انديورنس، ما الانديورنس سبورت ما بتزيد الوزن للاسف، ما بزيد الوزن لأنه بتستخدم بتستهلك وبتحرق طاقة كبيرة من الكربوهيدرات ومن الدهون في الجسم. هذول ممكن يلعب تمارين حديد أفضل لهم، السترينث وريزيستنس، ممكن خانك التعبير هي رياضة المقاومة أو رياضة القوة مش رياضة التحمل. هل استخدام نظام غذائي لفترة طويلة يعطي نتيجة عكسية على الشخص؟ النظام الغذائي يفترض فيه انه يكون على نظام صحي ويطبق على مدى الحياه، الا اذا في حاله تخسيس الوزن وبلشت معاه في 1200 الف سعر حراري، انا ما بشجع الوصول الى برنامج غذائي بيحتوي على 800 سعر حراري خطير جدا، هذا ممكن على اوزان العالي جدا ابدا معاه ببرنامج 1000 سعر حراري لمده اسبوع مع المراقبه والمتابعه، ومن ثم انتقال وشوف مدى الاستجابة عنده والتدرج في إعطاء السعرات الحرارية 1200 و1500 لحد 1800 ممكن أثبت عليه لفترة طويلة.
الأهم من هيك البرنامج الغذائي يجب أن يكون برنامج غذائي صحي متوازن، ما في حرمان، الاحتياجات ملباة في الخضار والفواكه والبروتينات أيضا، لكن قضية التقليل من الكمية وإبعاد الدهون بكميات كبيرة الدهون المتناولة. ما هي أسباب عدم ثبات الوزن للاعبين كرة القدم؟ هلا في عنا شيء اسمه energy balance. الenergy balance إذا كانت إذا كان المتناول ثبات الوزن اللي هو هل وزنه يتنقل ضمن المعقول، يعني بينزل 2 كيلو بيطلع له 2 كيلو ضمن المعقول والمقبول، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة إذا كان ضمن المعقول. لكن شو أسبابه؟ أسبابه عدم الانتظام، تمرينه ثابت، عدم الانتظام بموضوع وجبات ما قبل التمرين ووجبات ما بعد التمرين أو ريكفري سناك، بري ورك أوت، الوجبة ما قبل التمرين ووجبة ما بعد التمرين، إذا مش ملتزم فيها ممكن يكون في عنده مشكلة في موضوع الوزن. هي واحد. اثنين، موضوع فقدان السوائل ومتى بتوزن هذا اللاعب، عدم الثبتية. ممكن نشوف احنا السويتنج ريت عنده وناخذ احنا الوزن قبل وبعد ونعرف السويتنج ريت عنده. هذه مش موضوع غذائي، تكيس المبايض واستخدام الاثقال ورياضة المقاومة، نتركه للناس المتخصصة. بالنسبة للي بيلعبوا اثقال، طبعا هذا شابتر خاص جدا للبادي بيلدينج، عندي استشارة الأسبوع القادم في كلية العلوم الإدارية للبادي بيلدينج. موضوعه في 3 فيزز، في عند الفيز الأولى بنسميها احنا البالكينج اللي هي رفع الوزن ورفع الكتلة العضلية بغض النظر الدهنية والعضلية والوزن نرفعها في البداية. موضوع الفيز الثاني بتكون فيها التنشيف. الموضوع الفيز 3 تجهيزه للبطولة، نحكي عن البروفيشنال البادي بيلدينج. طيب شخص يلعب أثقال بس الكتلة الدهنية عنده عالية، قديش صار له بيلعب؟ هاي واحد سؤال. بأي فيز هو عنده الكتلة الدهنية عالية؟ الآن نبدأ بموضوع التنشيف. موضوع التنشيف منخفف من الكارب ومن الدهون في الفترة هذه على أساس أنه يحرق دهون أكثر. بناء العضل طبعا في البداية العضل ما بتاخد شكلها إلا بعد حرق الدهون. بدنا نبدأ عضل وننزل وزن، شو الدايت المناسب والرياضة المناسبة؟ حكيت لك عن المراحل هذه، بدك تقلل، تعطيه دايت قليله بالكربوهيدرات والدهنيات وتعلي شوي البروتينات عشان يكون حرق اكثر لموضوع الدهون. كل كم لازم نغير نوع الدايت الشخص حتى يضل يعطي نتيجه فعاله؟ حسب الكالوري اللي حطيتها في الدايت، اذا ما في 1000 سعر حراري ما تخليه يقعد عليه اكثر من اسبوع مثلا. ال 1200 خليه الأسبوعين وأعطيه موعد مراجعة. ال 1500 بنعطيه 3 أسابيع شهر. ال 1800 ممكن شهرين ثلاث. بس عبين ما نشوف بالأخير نثبته على دايت معين على كالوري معين ويستمر عليها. كيف ممكن تتحكمي بلعبة التايكوندو بين نزول الوزن وبناء العضلات؟ هلا ما فينا نتحكم في موضوع الدهون، اذا كان الموضوع الدهون ثابت ما في اتحكم في قضيه العضلات، ما في اتحكم بقضيه العضلات. العضلات يعني تخلص منها كمصدر للطاقه حكينا هو المصدر الاخير وضعيف وبطيء استخدامها يعني في الجسم. لكن انا بشتغل على قضيه الدهون، هي واحد. اثنين، نزول الوزن وبناء العضلات، بدي أبني عضلات وأنزل وزن. هلأ ممكن في البداية تضل النتيجة stability body weight، لأنه أحياناً إذا بدوم بدهون وببني عضلة فممكن العضلة وزن العضلة يكون أكثر. إحنا عارفين الكتلة العضلية ككتلة أو ككثافة أكثر من الدهون، يعني أجيب كيلو لحمة ولا أجيب كيلو دهون، كيلو الدهون حيزه أكبر 3 أضعاف من كيلو اللحمة مثلاً كدهون. وبالتالي بدي أعرف أنا أول شيء انه ممكن احصل ثباتيه في الوزن في البدايه لانه عم بحرق دهون بنفس الوقت وببني عضله، فالعضله وزنها حيكون على حساب الدهون المفقوده، فبدي انا انتبه لهالموضوع هذا. الان نزول الوزن بده يكون عن طريق حرق دهون اكثر وبناء عضلات، لكن انا ما بدي استمر بالتمارين اللي فيها شده عاليه لبناء العضلات، فممكن انا اقلل من شده التمرين حتى اعمل ستابيليتي لبناء العضله نفسها.
في ناس مع رياضة بيزيد وزنه بتفتح نفسه وشهيته وشبهته. طبعا الرياضة فاتحة للشهية يعني هذا الشيء علمي ومعروف، اللي بيلعب رياضة انه بتنفتح شهيته مو بياكله. طب شو وجبات قد تسد نفس بعد تمرين كالوري فيها مقبولة؟ في ناس مع رياضة يزيد وزنه، شو وجبات قد تسد نفس بعد؟ يعني الكلام بدون قلة التعريف شوية بصير مؤول، مش معرفين وين الكلام المبتدأ والخبر تاعه. هلا ما في أكل بسد النفس، يعني ما في عندي وجبات ودايت بسد النفس، يعني الكلام هذا غير علمي ست مريم. احنا يعني نعمل دايت بناء على الوزن وبناء على التمرين تاعه، بنعمل دايت وبنحدد الكالوري بتاعته. كل اخصائي تغذيه بيعرفوا كيف يعملوا دايت بناء على الوزن وبادي ماس اندكس وشو الايديال بادي ويت وقديش بنزل من الكالوري المدروسه يوميا، وبنحسب احنا ممكن كم ينزل كل اسبوع. الكارنتين محمد بن سليمان بجوز سالتنا عنه، هاي ثالث مره. الكارنتين بالنسبة لي أنا يعني مش من ضمن الليست اللي بحط فيها أنا السبليمنت تاعتي، عشان هيك بعدت عنه أنا. غير الدراسات يعني بين شد ورخي في هالموضوع هذا، إنه ممكن يكون إفكتيف ونون إفكتيف، وبالتالي استخداماته مش جيدة، له أثار على أتوقع على الكلى وعلى الكبد سلبياته. مرحلة التنشيف هي قصد فيها المحافظة على الكتلة العضلية أصلاً. مرحلة التنشيف إحنا بدنا نتمرن، بده يتمرن وبنفس الوقت بده يشتغل كارديو عشان يحرق دهون أكثر. بدنا نبعد شوي عن، نخفف من الكربوهيدرات، نخفف من الدهون، يشتغل كارديو ويشتغل على المصل مش مشكلة، بس بنعطيه تمارين كارديو حتى يزيد الحرق تاعها. هذه هي، وبنعطيه نفس السبليمنت وبنزيد البروتين بالفود، وبنعطيه نفس السبليمنت اللي اتفقنا عليه as a boost dose بعد التمرين، اللي هي ربع جرام واي بروتين لكل كيلوغرام من وزن جسمه. رياضات زيادة وزن، رياضات نقصان وزن، غالبا رياضات زيادة نقصان الوزن هي الكارديو غالبا، بايكينج سايكلينج كارديو، هذه اللي هي بتنزل الوزن وبتحرق الدهون. زيادة الوزن ويت ليفتينج غالبا، ويت ليفتينج مع برنامج غذائي، طبعا برنامج غذائي لزيادة الوزن وبرنامج غذائي لتخسيس الوزن. So resistance والstrength sport بيزيدوا الوزن غالبا لانه بكثفوا من الكتلة العضلية على حساب الدهون. الكارديو بينزل الوزن مع برنامج غذائي طبعا لتخفيف الوزن او لزيادة الوزن حسب الحالة. ما صار استجابة لوقت طويل معناته صار في عنده stability في الميتابوليك ريت، عنده في البيسال ميتابوليك ريت، يعني انا بحاول ان ازيد لازم، ما في لوقت طويل هذا الحكي مش صحيح. اذا غيرت البرنامج الغذائي الرياضي تاعه المفروض انه ينزل الوزن. زيدي بالديوريشن، زيدي بالانتنسيتي للبرنامج الرياضي تاعه. اللي بيلعبوا بتخسيس الوزن اذا بيلعب كارديو مثل الجري، لا ما بصير عندهم ترهلات، ما بصير عندهم ترهلات وبيستحدش جسمهم. الجري اصلا بيعمل شد للجسم، الجري بيعمل شد للعضلات غالبا، الثاي مسل مثلا والكالف مسل اللي هي العضلات الموجوده في الساق وفي الفخذ تنشد في 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 في, في هاي الانواع من الرياضه. نط الحبل بشد الجسم كله، كل الجسم بشده نط الحبل، فالكلام هذا مش مزبوط. نصائح غذائيه لشخص بروح الجيم، الجنرال جايد لاينز اللي هي الهيلثي فود انتيك جنرال جايد لاينز تاعته، خفف من الدهون، ما تتناول اكل وجبات بين الوجبات الرئيسيه، ممكن تتناول سناكات، السناك هي عباره عن مثلا قطعه فواكه، خلي الحليب ومنتجات الالبان قليله او خاليه الدسم مثلا، زيد من تناول الالياف الغذائيه، وجبه الفطور ضروريه ومهمه بتساعدك على نزول الوزن اذا تناولتها، مش العكس انه اذا ما اخذتش الوجبه معناته انت ممكن انه وفرت على حالك، لا. الترتيب الزمني بين الوجبات مهم جدا، لذلك انه توقيت الوجبات مهم، التزم بالوقت اللي بتتناول فيه الفطور والغداء والعشاء، مش يوم افطرت ويوم ما افطرتش، يوم الغداء على 4 يوم الغداء على 12، يوم تعشينا ما تعشينا، يوم بتعشى على 12 بالليل او 10 بالليل، يوم بتعشى على 6 بالليل، لا هذا الكلام مش مزبوط. اذا القواعد الأساسية في التغذية، التزم بوجبتك الغذائية الثلاثة الأساسية،
في عندك سناكات موجودة بحدد لي إياها حسب البرنامج اللي هي الكالوري تاعتها، الألبان ومنتجاتها اللي هي تكون قليلة بالدهون، التنوع بالأكل ومصادر الأكل، أهم شيء اللي هي الألياف الغذائية، الفواكه والخضروات إدخالها بشكل أساسي في وجباتك الغذائية، الإكثار من شرب الماء. هاي هي نصائح اللي ممكن أقدمها لواحد بروح على الجيم. رؤى اسمحي لي على السؤال، مش موضوع، الموضوع شوية طويل خارجي. الكيتو دايت أنا بالنسبة إلي، يعني إذا أنت سألتيني عن رأيي يا سدانة، الكيتو دايت أنا ما بعتمدها وما بشتغل عليها، أولاً لأن أنا بشتغل بالسبورتس نيوتريشن، والكيتو دايت ما بطبقهاش على الأثليتس اللي عندي. بنصح ما بنصح بتعتمد، أنا ما اشتغلت فيها، بتعتمد على الوضع، لكن في السبورتس نيوتريشن أنا ما بشتغل فيها. طيب احنا ناخذ بريك الان 5 دقائق 10 دقائق وندخل بالاكتيفيتي تاعتنا لانها مهمه جدا. اشكركم على الاسئله كانت ممتازه جدا، واتمنى اني انا كنت وفيت شويه من حق الجيمات، اعطيناكم جزء منها لانه كان كثير منكم كانوا بيشتغل في هذا المجال وكان حابب انه يستفيد اكثر، وبالتالي لبينا الرغبه. الاكتيفيتي الجاي مهم جدا راح نتكلم فيه، ناخذ 10 دقائق بريك. تسلم أستاذ أحمد لوحدك. Write a one-page summary of one or two of the settings. تختار أنت واحد من الخمسة اللي ذكرتهم بالسلايد السابقة. حنعطي أمثلة على كل واحد. Point one اللي هي الـ private practice وكوليجيات أو كوليج، professional sports dietitian ولا tactical sports dietitian ولا lab اللي هو sport performance facilities. So you have to decide two at least. تختار لك اثنين وتشوف انت interested في 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 اي واحد من هالتخصصات هذا مثلا، تشوف شو challenges وال opportunities in the future مثلا لهالشغل هذا. Other professionals they work with athletic trainers, strength and conditioning coaches كذا، فبنعرف انه انت بتشتغل مش لوحدك، بتشتغل مع مدربين، بتشتغل مع مدرب احماء، بتشتغل مع مدرب رياضي، بتشتغل مع الفود سيرفيس. وبالفود سيرفيس بصراحة أخصائي التغذية الرياضية له يعني جزء كبير من خبرته ومن وقته بتكون مع الفود سيرفيس غالبا، لذلك هو بيعمل لهم إديوكيشن دائما، يعني من ضمن الناس اللي بنعملهم إديوكيشن اللي هم الشيفات الموجودين في المطبخ. What makes the settings attractive to you؟ شو اللي خلاك تهتم بهذا المجال؟ طيب نشوف احنا الايت تو كومبيت، وهذه هي الصفحه الاساسيه تاعتي. بعرفش اذا الشير الان نبدا في بعض، نتعرف على هاي التخصصات واحد واحد. بالبرايفت سيكتور غالبا بنشتغل على كاخصائي تغذيه في البرايفت اللي هو كونسلتنت او فور كونسلتيشن. نعطي مثال على هذا التخصص، هذا بسموه بالبرايفت سيكشن، يعني اخصائي تغذيه رياضيه متفرغ للكونسلتيشن لبروجكت معينه. شو ممكن يعمل؟ نشوف السيرفيسز اللي بيقدمها هذا الموقع اللي هو Eat to Compete. بهمنا انه وظيفة اخصائي تغذية رياضية، اذا السكرين واضحة
واضح دكتور. واضح. طيب نشوف شو ممكن احنا اخصائي تغذيه رياضيه من ضمن الخدمات اللي بيقدمها از برايفت سبورتس دايتيشن كونسلتنت سبورتس دايتيشن مثلا. الهدف من التغذيه الرياضيه تحديد افضل الاستراتيجيات الاكل والشرب اللازمة من خلال برنامج غذائي وحسب جدول زمني لكل رياضي من اجل تلبيه احتياجاته. هذا الكلام بيتحقق عن طريق تولز. التولز هاي اللي بستخدمها انا اول وحده اللي هي الايدوكيشن، التثقيف الصحي او الغذائي، الصحه العامه والمناعه، مستويات الطاقه في الجسم، التركيز الذهني، النمو وتكوين الجسم. هاي كلها النقاط اللي بذكرها الان هي النقاط اللي ممكن مدرب التغذيه يركز عليها في عمليه الاستشاره، التعافي والاستشفاء من التدريبات والاصابات الرياضيه. الخدمات اللي ممكن يقدمها اخصائي التغذيه الخاص، التحليل الغذائي، إدارة الوزن، بناء الجسم، تخطيط الوجبات الغذائية، التغذية أثناء المنافسات والبطولات. بحط لك برنامج، أنا بتيجي عندي أنت كرياضي بتقول أنا عندي بطولة بعد أسبوع بعد أسبوعين، بعمل لك البرنامج المناسب اللي ممكن يزيد من البرفورمانس تاعك، ممكن يزيد من القوة، التحمل، الأداء، يقلل من الإصابات الرياضية. ايضا مشاكل تزود بالسوائل اللي هي اللازمه والمحافظه على مستوياتها في الجسم، ممكن انا اعمل لك تحاليل كاخصائي تغذيه، اشوف معدل الرطوبه في الجسم اللي هي الهايدريشن ليفل، اشوف السويتنج ريت، اشوف الديلي ريكويرمنتس فروم فلويد انتيك، واعمل لك برنامج لها، اعمل لك تريننج على فلويد انتيك استراتيجيز، انه كيف ممكن تتزود انت بالسوائل خلال اليوم بناء على الحالة الفردية اللي انت جيت فيها. ايضا زي ما بيعملوا الكلينيكال دايتيشنز ولا الموجودين في المراكز التغذية بيعملوا، بيستخدموا الان بادي، احنا بنستخدم الانثروبوميتريكال ميجرمنتس اللي هي بالسكين فولد، بنشوف الوزن والطول والكتلة في الجسم، بنراقب النمو لليانج اثليتس، وهذا موضوع كبير كمان اللي هو له خصوصية في التغذية الرياضية اللي هو احنا بنسميه اليانج اثليتس. التنسيق مع المدربين بوضع البرنامج التدريبي المناسب للمراهقين، وايضا هذا الكلام متخصص جدا بعيد عنه او يغفل عنه كثير من المدربين في فتره التدريب، الرياضيين الصغار او النشأ اللي هم بيكونوا ما قبل فتره البلوغ في سن 12 لسن 14 سنه. للاسف هناك مساعدة بتكون موجودة من أخصائي التغذية الرياضية إذا ما تم استشارته للأسف من قبل المدربين، وأنه أخصائي التغذية يعني يعطي رأيه في هذا الموضوع بالسكرينينج والأسسمنت اللي بيعملها للرياضيين، وبيحدد اللي هي البيك هايت فيليسيتي اللي هي الفترة اللي بيتم فيها الزيادة العظمى أو القصوى في طول الجسم. هذه بنحدد بناء عليها فتره البلوغ عند الرياضيه او الرياضي ميل اور فيميل، وبالتالي لابد من وضع جدول التدريب بناء على هاي الفتره اللي هي مثلا مش لازم يكون فيها انتنسيتي عاليه بهاي الفتره، تكون الانتنسيتي بتكون اقل قبل فتره البلوغ، بعد سنه مثلا ممكن يزيد من الانتنسيتي. شو البرامج الرياضيه اللي ممكن او التدريبيه اللي ممكن يعطيها للرياضي اللي في هذا العمر؟ ايضا قياس التنسيق مع المدرب. طيب نسبه المحيط الخصر الى محيط الورك اللي هي الويست تو هيب، وموضوع اللي هي السكين فول ثيكنس قياسه تحت ثنيات الجلد، وحكيت انا في عده مدارس في هالموضوع. احنا بنستخدم المدرسه الاستراليه اللي بناخذ 7 سايتس اللي هي اصلا محدده على ثلاث مواقع في الجسم العلوي، موقعين في الوسط، موقعين في الاسفل. بناخذ السب سكابولا وبناخذ الترايسبس والبايسبس في الجزء العلوي من الجسم، وبعدين ناخذ سكين فولد من السوبرا سبينيالي اللي هي الابدومين، وبالجزء السفلي بناخذ احنا الكالف والميد ابر ثاي. قياس محيط العضلات اللي هي بنسميها احنا المسل سيركونفرنس، وبناخذها في وضع الاسترخاء ووضع الشد خاصه البايسبس. من الخدمات الاخرى بقدمها اخصائي التغذيه الرياضيه حضور التدريبات والبطولات الرياضيه ودراسه مدى كفاءه اللاعب وقدرته الجسميه والصحيه من خلال متابعته للبرفورمانس اللي بيأديه اللاعب.
وضع البرامج الغذائية المناسبة للتعافي من الإصابات الرياضية. أيضا في موضوع الريكفري مطلوب، بتم تحويل اللاعب اللي عنده إصابة رياضية بتم تحويله لأخصائي التغذية الرياضية بعد، إذا كانت في اتفاق في السبورتس ميديسن، إذا الإصابة الرياضية more than two weeks بتم تحويل اللاعب هذا إلى الأخصائي التغذية الرياضية لأول شيء تثقيفه بالنسبة للفود انتيك، وتثقيفه بالنسبة لموضوع improve the recovery. تصميم البرامج الغذائية وإعداد قوائم الطعام اللازمة، وهذا بأخذ جزء كبير وبارت كبير من وقت أخصائي التغذية الرياضية. لما يدخل إلى المطبخ ويتم وضع البرامج الفود مينيو، لابد أول شيء من مناقشة المينيو مع الطباخين والعاملين في المطبخ، هذا واحد. اثنين، لابد من عمل فود أناليسيس لكل فود آيتم، وبناء عليه بيتم تحديد الكميات اللي ممكن نعطيها للاعبين. مش بس هيك، لابد من التثقيف الصحي والغذائي للعاملين في المطبخ. تصميم المواد التعليمية المناسبة، هذه تحتاج إلى عمل بروشورات، تحتاج إلى عمل بوكليتس، تحتاج إلى عمل guidelines، أوراق ممكن تعطيها للاعبين أثناء السفر، اليورين كلر تطبعه في غرف الغيار والحمامات حتى يراقب لون البول. في شغلات كثيرة في الكافيتيريا ممكن تستفيد منها بالآي تي، التكنولوجيا والتقدم اللي صار الآن. ممكن تستخدم سكرين في الكافيتيريا توضع عليها معلوماتك، الكميات، الأطباق، الأصناف اللي ممكن يتناولها اللاعب. عمل بحوث علمية طبعاً جزء لا يتجزأ من شغلنا اللي هو الريسيرش. عمل جلسات تعليمية متعددة متنوعة لتثقيف الغذاء الإداريين والمدربين واللاعبين، ودروس في الطبخ الصحي اللي هي healthy cooking session. هذا بارت من الأجزاء اللي احنا نستخدمها. إذا انتقلنا إلى العاملين في الموضوع الثاني اللي هو الجزء الثاني اللي هو الكوليج، في طبعا اكاديميات ومعاهد وجامعات بيشتغلوا في اخصائيين تغذية رياضيين، بيشتغلوا مع الفرق الرياضيه اللي بتنتمي لهي المدرسه او للكليه او للجامعه، فبيكون اخف بروفيشناليتي من الاخصائي التغذيه البروفيشنال اللي بيشتغل مع اتحادات ومع منتخبات. غالبا الليفل بتاع الاخصائي التغذيه السبورتس دايتيشن اللي بيشتغل مع اتحادات ومع منتخبات بيكون اعلى خبرة وعلما من الأخصائيين اللي بيشتغلوا في أماكن معينة محدودة اللي هي ناشنال، على مستوى ناشنال أو انترناشنال. ففي خبرات معينة اللي هي ننتقل إلى هذا الفيديو. دكتور احنا شايفين الفيديو بس ما في صوت، ما بعرف. جوناثان بيشتغل اخصائي تغذيه رياضيه في جامعه تكساس لهالجزئيه هذه، وفي فريق لكره القدم، وبيحكي انه انا كاخصائي تغذيه اخذت بايوكيمستري حتى يعني افهم اكثر المواضيع اللي ممكن تساعدني في وضع البرامج الغذائيه للاعبين. بحكي انه هاي المهنه ممتعه، وهذا الفيلد هو جروينج فيلد، انه علم التغذيه الرياضيه هو علم متطور، ويعني كثير من الدراسات تجرى على هذا العلم حاليا. بيشتغلوا على المينيو، بيشتغلوا على الاكل هو والفريق المساعد تاعه.
بيهتم في مجال الريفي ويلينج اللي هي تعبئة مصادر الطاقة وزيادة القوة وتحسين الأداء للاعبين. طبعا هاي كرة القدم الأمريكية. بيبدأ من 6 صباحا وبينتهي بالساعة 7 مساء عمله تقريبا مع وجبة العشاء. دور مهم لأخصائيين التغذية هذول اللي بيشتغلوا مع اللاعبين قضية التزويد، بتشوفوه في المطبخ، بتشوفوه بيحمل العصائر، المية، بيحضر الوجبات مع الطباخين، فيعني جهد كبير على الأخصائيين التغذية الرياضية. مش بس هيك، الإبداع في وصفات جديدة أو new food recipes، وهي مطلوبة منها دائما، أعطيني food recipe معينة. فالطباخين يعني على الاوردينري فود اللي هم شغالين على الاوردينري فود، لكن انا ممكن اعطيه شغلات فيها هاي بروتين، شغلات فيها مثلا هاي كربوهيدرات، كوندنسد هاي كربوهيدرات مثلا، حسب نوع الرياضه الوقت المناسب. خاصه في موضوع السناكات، فممكن انا بدل ما استخدم شغلات مكملات غذائيه خارجيه اسعارها عاليه، فممكن انا اصنع بعض المكملات الغذائيه الموجوده عندي بشكل ارخص. هلا هو موجود بالكافيتيريا، موجود بيراقب الفود انتيك باستمرار، مش بس وظيفته بالتحضير والإشراف ووضع المينيو والإشراف على الطباخين، وظيفته أيضا بالحضور ويشوف اللاعبين شو بتناولوا. وايضا زي ما احنا شايفين عند الصوره هاي الموجوده، هو بيعطي سبلمنت، قاعد بيعطي مالتي فيتامين عشان كمكمل غذائي حكينا الاحتياجات الغذائيه والمتطلبات الغذائيه تاعت الرياضيين عاليه، اعلى من معدلاتها، اعلى من الاشخاص العاديين، وبالتالي هو بيقرر انه ان ذيس كيس انه يعطي مالتي فيتامين ولا ما يعطي. هلا الجزئيه هاي هي المهمه، انه بوزن قبل وبعد، بوزن قبل التمرين وبعد التمرين، او قبل المباراه وبعد المباراه، فبوزن حتى يحدد عمليه التزود بالسوائل والنقصان بالوزن الناتج عن فقدان السوائل. مش بس هيك، بعطيهم برنامجهم تاع الهايدريشن وبعلمهم اذا كان هيز ويل هايدريتد اور نوت. وفي بالتقسيم هذه في انه انت يو ار good hydrated، يعني انك انت مستوى تزود بالسوائل جيد، استمر بنفس الطريقه. واذا كان moderate dehydration بيقولوا انه انت مستوى الترطيب او الرطوبه نازل في جسمك، وبالتالي لازم تزيد من مستوى السوائل اللي بتتناولها وانتبه اكثر، وراقب لون البول عندك اكثر. وبنعمل له طبعا urine specific gravity كتست ادق. مش بس هيك، زي ما احنا شايفين انه براقب التمرين وبحضر جلسات التمرين، بناء عليها بعطي السناكات الموجوده. بحكي من الشغلات اللي حبها في العمل هذا، انه علاقته مع اللاعبين، التعرف والتقرب لهم شخصيا اكثر، شو الشغلات اللي بيحبوها والشغلات اللي ما بيحبوها، وكيف ممكن يعمل برامج شخصيه لكل لاعب عند الحاجه. شغله جنب الى جنب مع الطباخين الموجودين، وهذه طبعا ميزه بتميز فيها اخصائي التغذيه الرياضيه. شوف الكونسلنج، الاستشاره والعياده تاعته مش زي اخصائيين التغذيه اللي بيقعدوا في العيادات ومفتحين مراكز غذائيه، لا، هون الكونسلنج بصير باي مكان، اثناء تناول الطعام،
هم رايحين على المباراة، بيعمل تقييم سريع، إذا في أسئلة مباشرة من اللاعب إله بتم طرح السؤال والإجابة عليه، بتم تقديم النصيحة في الوقت. هذه الجزئية اللي هي تتكلم عن أخصائيين التغذية. نشوف احنا مثال آخر على البروفيشنال سبورتس دايتيشن. جيمي دايركتر للسبورتس نيوتريشن، وهون بتعطي فكره عن بعض النيو ريسيبي الموجوده اللي هي تشيكن فيجيتس، وبتعطي طريقه كيف تحضيرها بطريقه صحيه تناسب الرياضيين، لانه بتكون حاسبه البروتينات بشكل جيد، بتكون حاسبه الكربوهيدرات، وبتكون حاسبه كل الفود اناليسيس في هذه الريسيبي، وبالتالي بتعطي فكره جديده وكيف ممكن طبعا فيها اللايكس والديسلايكس. ما عملت التجربه هاي الا بناء على تذوق ونجاح من اللاعبين وتقبلها من الرياضيين. هذه الجزئيه بنشتغلها احنا في الاكاديميه كلنا، انه ناخذ الطلاب الرياضيين، طبعا ناخذ الطلاب الرياضيين وناخذهم على المطبخ، نعمل لهم حصه دراسيه داخل المطبخ عن طريق تحضيرهم لاكل صحي معين بكون مدروس. طبعا احنا متفقين احنا والطباخ، نعمل اناليسيس للانجريدينتس الموجوده وبناء عليها نثقف الطلاب كيف ممكن يشاركوا هم بالطبخ. مش بس هيك، احنا بنأهل الرياضيين اللي بنطلع معسكرات رياضيه طويل انه كيف ممكن هو يختار طعامه، وكيف ممكن يعمل في وقت من الأوقات إذا احتاج وجبة صحية في البيت بأقل جهد وأقل التكاليف. المثال القادم عندنا شيء اسمه بيرفورمانس دايتيشن، غير عن السبورتس دايتيشن، بس بالتعبير بيرفورمانس دايتيشن، يعني الدايتيشن اللي بيركز اكثر على اداء اللاعب، انه يرفع من مستوى الاداء تاعه. عم تعمل كيت، بتعمل قاعده جلسه تثقيفيه للاعبين في بدايه الفيديو، بتتكلم معهم عن السكريات البسيطه واحتياجاتها وكذا. تتكلم عن الجلسات التدريبية والتركيز عليها، كيف ممكن تختلف الخطة الغذائية بناء على الجلسات التدريبية الموجودة. هذا المطلوب اللي كان، نرجع شوي بالسكرين هون اوضح. الاخصائيين التغذيه الرياضيه عندهم هاي الملفات على الاكسل غالبا، وفي عندهم كالكوليترز موجوده تتكلم عن السكين فول ثيكنس للاعبين بشكل دوري، بناخذها وبنقارنها بالافرج وبنقارنها مع اللاعب نفسه. هاي القياسات اللي بياخذها البرفورمانس دايتيشن من القياسات المهمه في السكريننج وفي الاسسمنت للاعبين، وبتعمل جلسه تثقيفيه لكل لاعب بناء على قياساته.
بتشتغل مع سبيشال فورسز زي مع قوات خاصه. في استشارات الان من ضمن المجالات العمل الاخصائيه التغذيه الرياضيه، تم استعارتي لمده سنه كامله في كليه عسكريه للمرشحين، كليه عسكريه جامعيه لكن بيطلعوا منها ضباط. نعطي عليها مثال هون مثلا اللي هي جامعه مؤتة اللي هي العسكريه. تم انتدابي لمده سنه في كليه في اكاديميه الشرطه مثلا، اللي هم اللي سواء كانوا امن ولا قوات خاصه داخليه امن داخلي، يعني على 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 مستوى. موضوع التغذيه مهم جدا في رفع الكفاءه، رفع القوه، رفع قدره التحمل، متابعه الحاله الصحيه، القياسات الجسميه، الحصول على جسم جيد، صحه جيده. فدور التغذيه مهم جدا. فبالتالي بلشت الناس الان يصير في عندها وعي على دور اخصائي التغذيه الرياضيه، والطلب عليه اصبح الان اكبر من اول استشاريا، سواء كان انه كاستشاره ولا كعمل ولا كجزئيه موجوده في ناحيه معينه. انا بتلقى اتصالات مثلا من اماكن اللي هي ساعدنا في وضع رسب جديد للرياضيين، في عندي كانتين او كافيتيريا بدي احط برنامج غذائي فيها. يعني على مستويات صغيره ودقيقه الان هناك استشارات مطلوبه من قبل اخصائي التغذيه الرياضيه. نشوف الجزئيه الاخيره اللي هي تتكلم عن سبورت بيرفورمانس. هذا اخصائي التغذيه بيشتغل مع الايرون مان تراي اثليت، اللي هم اللي بسموها اللي هي اكثر من ماراثون جهدها، فيها تقريبا ثلاث انواع من الرياضه التراي اثلون، عشان هيك سموها تراي اثلون. التراي اثليت اول شيء بيعمل بايكينج وبيعمل سويمينج وبيعمل زي الماراثون رننج لمسافات طويله، وكل هذه الجزئيه بتختلف من بلد لبلد وشو بيحددوها. مثلا يعني في الخليج بسموها الصمله، او يعني بيقعدوا فيها ثلاث اربع ايام، فيها خنادق، فيها ملاجئ، فيها ركض، فيها تسلق جبال، فيها سباحة ممكن تتكرر مرة أو مرتين حسب الجدول، فيها ركوب درجات هوائية، وفيها مشي، وفيها جري، بيقعدوا فيها تقريبا أربعة أيام. هذه تحتاج إلى طبعا خبرة طويلة في العمل وتحديد برنامج غذائي جيد مناسب. نتكلم عن الكربوهيدرات لودينج والتجهيزات اللي بتكون قبل السباق خاصة في المسافات الطويلة، والتزود بالسوائل الجيد. بشرح عن الكربوهيدرات لودينج ونحن بدناش نتكلم فيها كثير الآن، هتشفر خاص. مبدئيا إذا احنا تكلمنا في هذا الاكتيفيتي، المطلوب بالنهايه انه نحصل على ريبورت، كتابه ريبورت من صفحه او صفحتين نجاوب فيها على الاسئله هاي الاربعه الموجوده معنا. خلينا نشوف الشات. طيب، تدريب عملي على تغذيه الرياضيين، هذا الشيء اللي انا بسعى اني اشتغل عليه، نشوف المكان المناسب من الاتحادات. موضوع الكورونا شويه سكر معظم الجهات الرياضيه، لكن وين ممكن تلاقي؟ نعم، ممكن في المركز الاعداد الاولمبي، ممكن في الاتحادات الرياضيه المختلفه، نعمل تعاقد وتفاهم مع عده اتحادات، نعمل فيها تطبيقات عمليه على الرياضيين، اولا لمنفعتهم هم بالدرجه الاولى، وبعدين احنا بغرض التدريب. ممكن يكون هذا ايضا جزء من التدريب للخريجين الجدد ان شاء الله درسين عليه. هلا ممكن نستخدم عياده موجوده الان، ما بدي اعمل دعايه ولا بدي اذكر اسماء، عشان هيك انا بكون حريص واحترم طبعا استضافه النقابه الي، لكن في هناك عيادات ممكن نعمل فيها تدريب، زي ما بيعملوا تدريب على الكلينيكال ممكن نعمل فيها تدريب على تغذيه رياضيين عملي. مش شرط يكون في عندي رياضي، لكن ممكن نعمل على سكين فولد مثلا، ممكن نعمل ورشات عمل على برامج غذائيه للرياضيين بشكل مبدئي، لانه هذا عباره عن تدريب سريع يعني،
وليس تخصص. أما في التخصص والتدريب اللي المطلوب فيما بعد بيكون عبارة عن شغل في اتحادات رياضية، نتعامل مع رياضيين حقيقيين موجودين، ما عندنا يعني شغل المكاتب وشغل العيادات هذا ما بتم، ما بعطيني نتيجة في التدريب مثل التدريب الحقيقي، إنه أنا أحضر أول شيء التدريب الحصة التدريبية تاعتهم، كيف بحضر أنا السناك، كيف بشترك معهم في برنامج الأكل، بفوت على المطبخ بشوف شو المنيو الموجودة، كيف ممكن أصلح من المنيو هاي، أعمل فود أناليسيز، أعمل نشاط إرشادية وتدريبية، أعمل سيشن تثقيفي للمدربين. يعني كمان ممكن إذا حصلنا اتحاد نشتغل معاه أو منصة رياضية إنه نعمل، أعطي هوم ورك لواحد من المتدربين إنه يعمل الآن في عنا اليوم في عنا برنامج تثقيفي للمدربين للإداريين للطباخين، الآن بدنا نجتمع مع الرياضيين هذول الموجودين في الاتحاد نعمل لهم برنامج تثقيفي في التغذية، غير الشغلات العملية الأخرى، نفوت على التمرين نطلع على البرفورمانس، ناخذ الاسسمنت، كيف ناخذ الاسسمنت والسكريننج للرياضيين السكين فولد البادي ويت، نشوف احنا اذا في عنده ميديكال هيستوري، نطلع على اللاب ريزلتس اذا في عنده بلاد ريزلتس نطلع عليها ونناقش واحدة واحدة، اذا عنده في مشاكل صحية محولة نتناقش فيها زي مثلا الايرون ديفيشنسي فيتامين دي والكالسيوم، نشوف مثلا يعني في مواضيع معينه ممكن نجهزها مسبقا، مشاكل صحيه عند اللاعبين تحتاج الى استشاره اخصائي تغذيه، كيف ممكن يكون الفرق الان في برنامجك انت وفي الحميه الغذائيه اللي بدك تعملها بين البرنامج اللي هو الببليك وبين البرنامج الثاني بدك تعمله انت للرياضي. فبشكل عام هذا هو، حبيت اني اعطيكم فكره سريعه في نهايه اليوم الأخير في 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 هاي الورشة، ورشة العمل أو في محاضرتنا. لا يسعني طبعا إلا أن أشكر النقابة على هاي الاستضافة، وإذا في أسئلة أنا دائما جاهز للإجابة عليها، وإذا في شيء معين ممكن توصلوا للنقابة والنقابة بتتواصل معي، يعني هذه أفضل طريقة. وجهة نظركم محترمة وأسئلتكم كثير يعني كانت جيدة مستوى عالي. الآن ننتظر منكم الانطلاق إلى أماكن العمل، أماكن عملكم الجديدة. أنا بفضل أنه تشتغلوا كلينيكال في المستشفيات، كونها أنه فيها حالات متعددة ومختلفة وهي الأساس في التطبيق العملي للتغذية، ومن ثم بعدين نشتغل في مجال التغذية الرياضية، وهذا الأفضل. يعني هاي الجزئية الأفضل لأنه معنا تخصص في البكالوريوس تغذية رياضية من البداية، يفضل أن نشتغل كلينيكال لفترة معينة وبعدين ننتقل للتغذية الرياضية. الله يعافيكم. ما يعني هذا الكلام إن شاء الله باجتماعنا مع النقابة ممكن نحدده كجهة رسمية شو بتمتلك من الاتصالات والسلطات على اتحادات رياضية أو ممكن كجهة رسمية كيف ممكن تتعاقد وتتعامل معهم. طبعا بيكون أفضل من جهة رسمية لجهة رسمية بيكون أفضل.